السلام عليكم ورحمة الله، أخباركم إيه يا جماعة؟ الصوت واضح؟ طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة معانا أول ريفيجن أو أول مجموعة أسئلة هنتكلم فيها النهاردة. احنا محتاجين نفهم ان الاسئله مهمه جدا، مهم جدا ان انا اتدرب على الاسئله واتدرب على طريقه حل الاسئله، وان انا امانج الوقت بتاعي او يعني اقدر ادير الوقت بتاعي، لان احنا زي ما قلنا قبل كده اكتر من مره الامتحان 110 سؤال في ساعتين، فاحنا محتاجين ان احنا نتدرب كتير جدا على حل الاسئله. ده هيتم من خلال ايه؟ من خلال ان احنا نتابع مع بعض حل الاسئله. لو احنا هنعمل بعد كده موضوع ان احنا هرسل لكم الفايل قبل المحاضرة يبقى من غير الإجابات، ونقعد نجاوب الأسئلة كأننا في الامتحان، على أساس إن إحنا إيه بنتدرب على طريقة حل السؤال وإن إحنا إزاي ندير الوقت بتاعنا. معظم الأسئلة اللي إحنا هنتكلم فيها النهاردة واللي هنتكلم فيها خلال المحاضرات بتاعة المراجعة كلها ومحاضرات الأسئلة، في أسئلة شبيهة ليها فعلا بتيجي في الامتحان. يعني كتير جدا من زمايلنا اللي دخلوا قالوا إن فعلا الأسئلة بتبقى شبيهة جدا بالأسئلة اللي إحنا بنتكلم عنها، بيبقى اختلاف ممكن في الاختيارات. فاحنا محتاجين نفهم فكرة السؤال، احنا ما بنحفظش السؤال، لأن السؤال ممكن يجي نفس السؤال بالظبط واختيارات مختلفة. واحنا فاهمين قبل كده طبعا من السي بي اتش كيو، واللي ما دخلش قبل كده امتحان زي السي بي اتش كيو او السي بي بي اس لازم يبقى عارف ان النظام الامريكي معتمد على ان هو سؤال اختيارات من متعدد، دايما بيبقى عندي 4 اختيارات بختار ما بينهم، وانه فعلا في كلمة ممكن تفرق، كلمة في السؤال او في الاجابات ممكن تفرق تخلي الاجابة دي صح او تخليها غلط. فاحنا محتاجين نفهم الأسئلة، مش بنحفظ الأسئلة، نفهم الأفكار من الأسئلة. أنا حابة أكد على الكلام ده قبل ما نبدأ النهاردة مع بعض أول محاضرة أسئلة، لأن إحنا حتى ما كنا بنشرح الأسئلة بتاعتنا في الشرح، في جزء الشرح، كنا برضو بنقول يا جماعة بنفهم الأسئلة وبنفهم الأفكار اللي جاية منها. تمام؟ هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال معانا بيقول لي the best tool to display stability of nosocomial infection rate over time is إيه؟ السؤال ده لو جالي ان هو هيعمل ديسبلاي لاي ريت اوفر تايم، هي كلمه التريك هنا او الكلمه يعني اللي عليها السؤال كله، ان انا عايزه ديسبلاي داتا اوفر تايم، ايا كان ايه نوع الداتا دي، ايا كان نوع الريتس ايه، فول ريت، نوزوكوميال ريت، بريجر السر ريت، المهلبيه ريت، ايا كان الريت، اي داتا اوفر تايم هعملها على ايه؟ اي بي سي دي، ران شارت، هيستوجرام، بريتو تشارت، ولا كنترول تشارت؟ ايه؟ جميل، انا احب قوي نغلط. شوف انا اكتر واحده في الدنيا احب ان احنا دي. ايوه احنا ما بين ايه ودي، كويس جدا، ما بين ايه اللي فيها ران شارت، والران شارت بيديسبلاي داتا اوفر تايم، ولا كنترول تشارت؟ لا اختار الكنترول تشارت. ليه بقى؟ مش احنا قلنا قبل كده مع بعض اكتر من مره الران شارت الاسهل والسمبلست، اما كنترول تشارت هو ايه؟ هو البيست او الافضل. برافو برافو اللي اختار دي، برافو دكتورة سامي، عايزين ناخد بالنا من التريك دي، هي بسيطة قوي. أنا دايما أختار إيه لو أنا قدامي ران شارت وكنترول شارت وهو بيسألني سؤال دايركت جدا إنه إيه أنا عايز داتا أوفر تايم. جميل، قدامي ران شارت وكنترول شارت في الاختيارات أختار الكنترول شارت لأنه الأفضل. طيب لو قال لي في الاختيارات ران شارت، هيستوجرام، باريتو شارت، وبار شارت مثلا، مفهومش غير الران شارت هو الوحيد اللي ينفع أوفر تايم، خلاص هختاره ما عنديش أي مشاكل. طب قال لي ران شارت، هيستوجرام، باريتو تشارت، شيورت تشارت، شيورت تشارت ده اسم تاني لاسم الكنترول تشارت، فبرضه هختاره. احنا قلنا الكلام ده برضه، قلنا ان الكنترول تشارت ليه اسم تاني شيورت، برافو عليك صح، فالشيورت تشارت برضه هختاره، بس مش هيجيب لك اكيد كنترول وتشيورت تشارت في نفس الوقت، لان هما الاثنين طبعا نفس ايه المعنى. جميل، طيب نشوف السؤال اللي بعده. A patient dies as a result of a medication error even though your hospital has installed enough smart infusion pump. يعني أنا في مريض عندي مات نتيجة إيه؟ نتيجة إن إحنا بنستخدم الـ smart infusion pump وهو مات نتيجة الـ medication error. Which of the following could have avoided this؟ خدوا بالكم إن السؤال ده ملوش أي علاقة بالـ patient safety، هو ليه علاقة بإيه؟ بالجرامر بتاع الإنجليزي. Could have avoided، كان يمكن عن طريقه نمنع الحاجة دي، كان ممكن نمنع، مش ان احنا عايزين نشوف ايه اللي حصل ولا عايزين نحلل الاسباب ولا عايزين ندور ده حصل ليه. لا السؤال كله على فكرة جرامر، ملوش علاقة خالص بالانجليزي، ملوش قصدي علاقة خالص بالبيشنت سيفتي. ايه برافو،
طبعا الفيلير مود ان افكت اناليسيس هي الوحيده اللي برو اكتف، هي الوحيده اللي انا اقدر استخدمها كود هاف افويد، كان ممكن تمنع ان الحاجه تتحصل. ان انا قبل ما استخدم السمارت انفيوجن بامب دي كنت عملت لها هيورستيك تيست ولا يوزابيلتي تيست، عملت لها فيميا شفت ايه دنيتها فيها ايه قبل ما اشتغل بيها. فطبعا الفيميا هي الحل وهي الاجابه الصحيحه، برافو عليك. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي a nurse was administering a drug to a patient، في ممرضة بتدي علاج لمريض. ودايما انا وانا بشرح السؤال، دايما وانا بقرأ السؤال اقرأ السؤال بالراحة وافهمه لنفسي، انا بشرح لكم الكلام ده او انا بتكلم ليه كل سؤال بقراه بعمل فيه كده ليه، عشان انا عايزاكم واحنا بنقرأ السؤال في الامتحان نقراه بالطريقة دي، اقرأ الجملة وافهمها لنفسي اخد منها المعلومة، ما اقعدش اقرأ بسرعة وفي الاخر الاقي نفسي ما فهمتش حاجة وابص بعينيا بسرعة على الاختيارات واختار اي حاجة وخلاص عشان انا ايه متوتر والوقت مش ساعدني. لا مش هو ده اللي احنا عايزينه، انا عايز اقرا وافهم مره واحده، اقرا السؤال مره واحده افهم البوينتس اللي مطلوبه مني افهمها في السؤال وبعدين ادور على الاختيارات. A nurse was administering a drug to a patient، ممرضه ادت المريض المريض بتاعي العلاج. She didn't realize that she was about to overdose the patient until another nurse stepped into the room. يعني هي ايه؟ كانت على وشك ان هي تدي اوفر دوز لحد ما دخلت ممرضه تانية في الاوضه. The second nurse immediately identified the extra concentration and stopped the first nurse from administering it to the patient. قالت لها اه خدي بالك الحقي، اخذت بالها بسرعه الممرضه التانية قالت لها الحقي انت كده هتدي للمريض اوفر دوز، وقفي ما تديلوش. This event can be classified as، وانا شايفه طبعا الاجابات كلها بتقول near miss. كويس جدا، احنا برضو عايزين ناخد فكره من السؤال ده. ممكن يجيب لك نفس السؤال بس يعمل ايه بدل الفيرست نيرس والسكند نيرس يقعد يجيب لك سوى شويه اسامي انجليزي كده ما تبقاش عارف تقراهم تتخض لما تشوفهم، ما تقلقش عادي يعني فوتها، في اسامي كتير احنا ممكن ما نعرفش نقراها مش مشكله طول ما هو اسم بني ادم، يعني انا مش مضطر ان انا افهم هو ايه اسمه يعني. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه ممكن يقول لك ان هي كانت هتدي اوفر دوز واديته والمريض ما حصلوش هارم، ده برضه نير مس عشان دايما بيوقعك في التريب دي، انه النير مس تعريفه انه الهارم ما يوصلش للبيشنت، البيشنت اخد اوفر دوز وما جرالوش حاجه يبقى نير مس عادي. ليه يبقى مش نير مس؟ ليه؟ لان ما فيش هارم، ما فيش هارم وصل على البيشنت. واضحه؟ يعني هو نفس السيناريو ده ممكن يكمله ان البيشنت اخد العلاج وبدات ما حصلوش اي هارم، ده برضو ايفنت ده يعتبر ايه؟ يعتبر نير مس، هنحلل ليه البيشنت ده اخد اوفر دوز، لكن طول ما هو ما فيش هارم وصل للبيشنت فهو بالنسبه لي برضو نير مس، لا هصنفه كادفرس ايفنت ولا سنتينال ايفنت. تمام؟ التريك دي برضو بيسالنا ساعات فيها وهتقابلنا برضو في الاسئله. طيب السؤال الرابع بيقول لي which of the following is considered strong risk reduction strategy؟ strong risk reduction strategy ايه من ضمن الحاجات دي اعتبره strong action؟ remove unnecessary and dangerous steps from a process. جميل ماشي، طب اشوف ما هي ايه، حلوه جميله ممتازه، معناها اصلا simplification اللي احنا قايلين عليه strong action. طب خلينا نشوف بيه. write a new hospital policy about patient transport، ولا تكتب لي policy procedure، تعمل لي ميموريندم، تعمل لي مذكرة، كل الكلام ده بالنسبة لنا ويك اكشن، فاحنا طبعا ما بنختاروش. طيب سي اد مور نيرسز تو ا يونت، اد نيرسز اد ستاف فلوت ستاف كلهم بنفس المعنى وبالنسبة لي كلهم يعتبروا انترميديت اكشن اكوردنج للهيراركي اوف اكشنز. يوز تو نيرسز تو اندبندنتلي calculate high risk medication dose، دي independently يعني معناها ان هي الريدندنسي او اللي احنا برضو بنعتبرها intermediate action، فبالتالي طبعا الاجابه الصحيحه زي ما حضراتكم تفضلتوا واخترتوا ايه هي فعلا ايه هي افضل اجابه وهي الاجابه الاصح لان هي ده السترونج اكشن، لكن بقيه الحاجات يعني عندي weak actions حاجات intermediate actions ما بختارهمش. طيب خلينا نشوف السؤال اللي بعده. A healthcare organization is working to adopt practices that will reduce the likelihood of a misconnection involving invasive lines and tubes in the neonatal intensive care unit. عندنا مستشفى بتشتغل على إن هي تستخدم practices تقلل من خلالها ال likelihood أو احتمالية إن يحصل عندنا misconnection لل invasive lines و tubes في الـ إيه في neonatal intensive care unit أو الـ NICU. ماشي. The patient safety professional recommends adding nurses
and respiratory therapist from the NICU staff to the process improvement team. يعني الستاف البيشنت سيفتي بروفيشنال قال رايه ان هو ايه بيريكومند او بيوصي بان احنا نخلي النيرسز والريسبيراتوري ثيرابيست اللي موجودين في قسم النيكيو يجوا لنا في الامبروفمنت ايه بروسيس تيم. Which of the following is the most important reason for this recommendation؟ اي من هذه الاختيارات يعتبر هو ايه السبب اللي خلاه يقول الريكومنديشن دي؟ طبعا انا شايفه حضراتكم كلكم اخترتوا سي، وهي طبعا هي الاجابه الصحيحه. ليه؟ لأن هو بيقول هنا a direct care clinician can articulate current state practice norms and rationale and help identify unintended consequences in the proposed practice changes. ال direct care clinician أو الناس اللي هم إيه بالنسبة لنا بنعتبرهم ال process owners، الناس اللي بتتعامل بشكل مباشر مع العمليات دي، هم اللي عارفين ال practice norms، عارفين الناس بتشتغل إزاي في القسم، عارفين ال rationale بتاعت كل step بنعملها، عارفين ايه هي الـ unintended consequences اللي ممكن تحصل نتيجة التغيير اللي احنا يعني بنعرضه ده، وكل دي اجابات لطيفة وظريفة فعلا هي سي صحيحة. بس خليني برضو اشوف بقية الاجابات. ايه بيقول لي at least one direct care nurse must serve on all clinical performance improvement committees as part of the organization's commitment to attending magnet recognition. طبعا الاجابة دي بتعتمد على ان احنا عايزين direct care nurse علشان احنا بنسعى في المستشفى ان احنا ناخد الماجنت ريكوجنيشن او يعني الشهاده بتاعه الماجنت اللي هي الخاصه بالتمريض و و مش شرط ان المستشفى تكون عشان بتسعى للماجنت ريكوجنيشن ان هي تخلي الايه الدايركت كير كلينيشنز او الستاف اللي موجود في النيكيو يبقى من ضمن الامبروفمنت تيم. لكن احنا طبعا بالنسبه لنا الاساس انا ليه بخلي الناس دي في الامبروفمنت تيم؟ لان هم بروسيس اونرز، فمش شرط خالص موضوع الماجنت ده. طيب direct care clinicians are in the best position to advocate for parents and family members whose presence at the bedside may be impacted by proposed changes. عشان ال direct care clinician هيبقى في أفضل مكان إن هو يتكلم بالنيابة عن المرضى وأسرهم وعائلات الأطفال دي يعني؟ أكيد لأ، بالعكس. يعني أنا أصلا بحتاج البيرنت والفاميلي إن هم برضو يقولوا لي رأيهم، يعني أنا ممكن برضو يبقوا معايا ويقولوا لي رأيهم لو أنا مثلا بشتغل على حاجة فيها محتاج ان انا اعمل root cause analysis، لو انا مثلا عندي حاجه زي الليدرشيب ووك راوند باخد البيرنت نفسه او الفاميلي ممبر ده يبقى معايا من ضمن الووك راوند وهكذا. فطبعا انا وجود الدايركت كير كلينيشن مش عشان هو يتكلم بلسان البيرنت ولا الفاميلي، لان احنا اصلا قلنا ان البيرنت والفاميلي والبيشنت بيبقى ليهم وجهه نظر مختلفه تماما عن الدايركت كير كلينيشنز او البروسيس اونرز. طيب دي serve line leaders are infrequently able to foster adoption of controversial practice changes without significant budgetary disruption. احنا كل الكلام اللي بيتكلم فيه ده ليه علاقة بالبادجت، واحنا طبعا موضوع الامبروفمنت ده بالنسبة لنا احنا ما بنتكلمش فيه في البادجت خالص، مش من ضمن مهامنا يعني. فاحنا طبعا بالنسبة لنا الإجابة الصحيحة طبعا سي. طيب نشوف السؤال اللي بعده، والسؤال ده ممكن يوقعنا، سؤال طويل كلام كتير بس هو السؤال سهل بس ممكن يوقعنا لو احنا مركزناش. هو بيسأل عن ايه ممكن نقع مع الاستعجال نقع فيه. As a nurse manager of a medicine unit in an academic hospital, you are aware that your unit has a high rate of patient readmission. عندنا رئيس التمريض في medicine unit في مستشفى أكاديمي الآن إن هو عنده high rate of patient readmission. ال patients عنده بيرجعوا بيحصل لهم readmission كتير. في الحقيقة هم كانوا 63% من البيشنت بيحصل لهم discharge وبيحصل لهم readmission تاني within 30 days. After reviewing the literature you become aware that this rate is quite high compared to national standards. يعني احنا ايه مع مراجعة literature او الابحاث وجدنا انه ده عالي جدا، الريت بتاعنا عالي جدا مقارنة بايه؟ مقارنة بالناشونال ستاندرز. Working with other members of your unit you develop a plan to call patients on the phone within 48 hours of discharge. انت فكرت مع الفريق بتاعك ان انتوا تكلموا المرضى بعد خروجهم من المستشفى ب 48 ساعة علشان ايه؟ with the aim to of cutting readmission rates to 18%. عايز تقلل نسبة الريادميشن دي ل 80% او 18%. Which of the following is best example؟ اهو السؤال جاي بقى، شوف كل الكلام الجميل اللي فات ده، احنا بقى السؤال اهو. Which of the following is the best example of a process measure that the team may collect as part of this improvement effort. أنا إيه من ضمن هذه الأربع اختيارات أعتبره process measure أو قياس للعملية
ونركز بقى عشان هو السؤال اصلا ده. The reason for readmission to the hospital، هل ان انا اقيس الاسباب؟ احنا اصلا ما فيش حاجه اسمها قياس للاسباب، يعني انا المفروض بقيس ريت لحاجه، فانا بالنسبه لي ده مش ميجر اصلا. طيب خلينا نشوف اللي بعدها بي، ما هي بي فيها ريت اهي. The rate of patient being readmitted within 30 days، عدد المرضى او معدل المرضى اللي رجعوا تاني المستشفى خلال 30 يوم. طيب the cost of labor associated with calls، اشوف تكلفه الستاف اللي بيحتاجه عشان يعملوا لي المكالمات. طبعا الكوست دي برضو مش بروسيس ميجر، يعني ما اقدرش اعتبرها بروسيس ميجر. the percentage of patients receiving a call within 48 hours of discharge. انا طبعا شايفه حضراتكم مجاوبين دي بشكل عظيم جدا، هي فعلا دي الاجابه الصح. بس خليني انا بقى اسالكم واقول لكم، هي بي دي تمثل ايه؟ ال rate of a patient being readmitted within 30 days ده يعتبر بالنسبه لنا ايه؟ outcome. يا سلام، ممتاز. طبعا احنا دي بالنسبه لنا اللي هي عدد البيشنتس اللي استقبلوا مكالمات خلال 48 ساعه من خروجهم، هي دي بروسيس ميجر. انا كده بقيس عمليه ان المرضى بيستقبلوا مكالمات مننا خلال 48 ساعه من خروجهم. لكن معدل المرضى اللي هيرجعوا تاني خلال 30 يوم المستشفى من خروجهم، هو ده الاوتكم ميجر. برافو عليكم، فعلا هي بي ده الاوتكم ميجر. بقول لكم هنا السؤال ممكن يعني سؤال سهل جدا، بس ممكن يوقعني لو انا ايه قريته بسرعه، ما ركزتش في ان الطلب بتاع السؤال ان هو بيسال على بروسيس ميجر، بيسال على قياس للعمليه مش قياس للاوتكم او الناتج. جميل. طيب سبعه بيقول ايه؟ A patient safety professional is preparing a quarterly report for disruption among all staff at a family health center. The report summarize all reported safety events. احنا عندنا patient safety professional بيجهز لـ quarterly report على ايه؟ على او عايز يوزعه على الستاف اللي موجودين في الفاميلي هيلث سنتر اللي هو بيشتغل فيه، بيسمرايز او بي ايه بيلخص كل الايه reported safety events. ماشي. The reason for sharing the safety event reports is to a، احنا بنعمل شير للديتا او للريبورتس او بنعمل ستوري تيلينج او بنعمل كل الحاجات اللطيفه الظريفه دي ليه؟ سؤال طبعا بسيط جدا، وريكول ما فيهوش اي حاجه. هايلايت كومبلسنسي امونج ستاف، ان انا اقول للناس يا جماعه شوفوا احنا شاطرين ازاي. illustrate to leadership staff risks to patient care، اوضح للليدرشيب ستاف ان في مخاطر على المرضى. demonstrate staff lack of adherence to evidence-based care، أوضح للستاف قد إيه هم غير ملتزمين بالevidence-based care. ولا promote staff awareness of risk to patient. طبعا أنا شايفاكم برضو من أول ما بدأنا نقرأ السؤال وأنتوا بتقولوا إيه دي، طبعا هي دي ريكول. إحنا بالنسبة لنا السؤال ده ريكول، إحنا بن disseminate الداتا ليه وبنشير الداتا ليه؟ عشان نزيد الأويرنس، إحنا قايلينها 100 مرة. بروموت الستاف اويرنس اوف ريسك اوف تو بيشنت، هو دي اهم حاجه. انا بعمل شيرنج للديتا بمليون طريقه، وابعت لهم ايميلات وفيديو كليب في المستشفى يفضل شغال، وستوري تيلينج واجتماعات، واحكي واعيد وازيد، كل ده عشان ابروموت الستاف اويرنس. ما تتلخبطش ابدا ما بين الستاف وما بين البيشنت. السؤال ده برضو ممكن يقابلنا، ان انا افرح قوي اما اشوف ايه عايز نشير الاويرنس، عايز نشير ما اعرفش ايه ستوري تيلينج، والستوري تيلينج حلوه واحنا شغالين عليها زي الفل، وتلاقي اصلا السؤال كان بيتكلم على انجيجمنت للبيشنت. لو انا قلت الكلام ده قبل كده، انا مش بانجيج البيشنت بان انا احكي له حواديت، انجيج الستاف بان انا احكي له حواديت. اه ماشي، ستوري تيلينج مع الستاف ماشي جميل، ما عنديش اي مشاكل. لكن ما يجيش يوقعك ويقول لك ايه بيشنت engagement وكاتب لك في وسط الاختيارات ستوري تيلينج، عشان السؤال ده جاي لي في الامتحان بيقول لي ستوري تيلينج، فانا قلت هي لسه هقول هي، لقيته في السؤال بيقول patient engagement، فما افرحش والهيرستك يشتغل وعينيا تخدعني واختار بسرعه عشان انا مستعجل الامتحان والوقت ومش اروح مختار غلط. نركز، السؤال سهل جدا مفيهوش حاجه. engagement للبيشنت، وقلنا طرق engagement للبيشنت والديسشارج والايدل ديسشارج، وقلنا حاجات كتير. ما يخدعكش بكلمة engagement ان انت ما تاخدش بالك وبيسألك على مين. برضو هنا السؤال ده مفيهوش اي حاجة خالص. وبعدين انا ممكن اتخدع هنا ما بين بي ودي، ممكن اوصل عند بي والاقي ان هي الاجابة حلوة، انا عايز اشرح للليدرشيب ستاف الريسك تو البيشنت كير، ما فيش مشكلة، ما هي صح، ما فيش حاجة فيها غلط، بس دي اشمل منها، دي تشمل الدنيا دي كلها. انت بتشرح للستاف وبتزود الاويرنس بتاعهم عن الريسك تو البيشنت، مش مقتصر الموضوع على الليدرز بس. فطبعا دي الأفضل والأصح. طب نشوف تمانية.
ناخد بالنا برضو أسئلة طويلة، السيناريوهات الطويلة بتلاقي الإجابة فعلا سهلة وبسيطة وما فيهاش أي حاجة، والسؤال سهل جدا، محتاج بس إن أنت تبقى واخد نفس كده ومركز وأنت بتقرأ السؤال. السؤال ما فيهوش حاجة. ليه a pharmacist in a hospital is working in the discharge pharmacy filling medication for patient who are going home؟ ليه ده صيدلي بيشتغل في المستشفى وبيشتغل في discharge pharmacy في الصيدلية اللي بتدي العلاجات للمرضى اللي مروحين بيوتهم؟ He sees a prescription for ciprofloxacin, an antibiotic, and asked his pharmacy technician seen to fill it quickly. ما نتلخبطش بقى ما بين الأسماء ونتلخبط ما بين الحدوتة، الحدوتة ما بتقولش حاجة. ليه راح للمساعد بتاعه قال له أنا في عندي البريسكريبشن أهو أو الوصفة العلاجية، مطلوب إيه؟ ciprofloxacin، ده antibiotic. فطلب من التكنيشن اللي معاه أو الفني اللي معاه هات لي الايه العلاج ده بسرعه، عشان البيشنت از ويتنج اند انيشس فور تو ليف. البيشنت مستعجل وقاعد مستني وعايز يروح. سين التكنيشن هاريز تو ذا شيلفز اند ريتشز فور سيبروفلوكسسين، وصل لحد الرف الموجود عليه سيبروفلوكسسين، هاويفر هي اكسيدنتلي جريب ليفوفلوكسسين. بالغلط هو عمل ايه؟ سحب الليفوفلوكسسين بدل السيبروفلوكسسين، an antibiotic in the same class that covers most but not all of the same types of infection. إن هو ببساطة، أيوة دكتورة أريج لحظة، أسماء الأشخاص والإجراءات الطبية وأسماء الأدوية أكتر حاجة تاخد منا وقت حتى نفهم السؤال عايز إيه. مفيش مشكلة، إحنا يعني هنحاول برضو مع بعض إن إحنا نتدرب على قراءة والفهم للموضوع مع سيناريوهات كتير، أسئلة كتير، هتلاقي الموضوع إن شاء الله أسهل. هو على فكرة هو فعلا السيناريو بسيط، بس هو احنا مع ضغط الامتحان والقلق من الوقت انا مقدرة جدا والله ان الواحد ممكن وقت الامتحان بيبقى متوتر، فده توصيتي دايما الدائمة، اهدوا ما تتوتروش، خدوا نفس وتبقوا نايمين كويس. طبعا هي كلها يعني توصيات زي ماما يعني ماشي، بس فعلا بتفرق لما تبقى هادي ويعني متحكم في اعصابك. انا عايز اقول لكم انا في اختباري الاختبار كان ناقص عليه 6 دقايق واداني شاشه ان هو بيأند الاختبار، انا يعني للحظه خلاص ده انا 6 دقايق وانا في حاجات عايزه طبعا عامله عليها مثلا بوك مارك، عايزه ارجع لها، عايزه اغير اجابه، عايزه اعدل على حاجه مش عارف ايه، 6 دقايق هيضيعوا في امتحان اصلا هو كله على بعضه ساعتين في 110 سؤال. يعني للحظه كده انا هديت وبصيت على الشاشه ان انا مش هدوس سبميت، انا هرجع تاني باك وبشاور للكاميرا علشان اي حد من المساعدين اللي في السنتر يجولي، ما حدش كان بيجي لي. فلحظه يعني تحكمت في أعصابي لحظة واشتغلت، رجعت باك وتلاقيت الشاشة موجودة والامتحان موجود ولسه ما عملتش سبمت وكملت الامتحان. بلس كده بقى احنا كمان في جروب انا كنت من ضمنهم داخلين من السنة اللي فاتت، البوك مارك ما كانتش شغالة على السيستم خالص، لا في مصر ولا في السعودية، البوك مارك اللي هي الفلاج اللي احنا بنعمله ما بيشتغلش. فانا برضو بري اوكيبيشن كده ويز فيلير، يعني كنا بنطلع نقول لزمايلنا اللي لسه ما اختبروش اعمل حسابك وانت قاعد ان ممكن البوك مارك ما يشتغلش، فانت من الاول ورقه وقلم، ورقه وقلم، واكتب اسم السؤال، رقم السؤال اللي انت عايز ترجع له. طبعا هي حاجه سخيفه لما بيبقى بوك مارك شغال، طبعا ارحم بكتير جدا من ان انت ترجع لرقم السؤال بعينه يعني مانوال يعني مش اوتوماتيك، بس عدت كل ده هتقدر تمانج الدنيا دي كلها ازاي لو انت هادي، يعني لو انت قادر بس تتحكم في اعصابك وتتحكم في اللحظه اللي انت قاعدها دي، ان انا ان شاء الله باذن الله ناجح، وتدخل الامتحان وانت داخل عندك يقين باذن الله ان انت ناجح. نقرا الاسئله بالراحه واحنا مع تدريبنا لحد اخر المراجعات ان شاء الله، احنا مش هنسيبكم لما تنجحوا، يعني احنا قاعدين مع بعض لحد ما ننجح عشان تبقوا عارفين يعني. فكلنا باذن الله داخلين الامتحان وكلنا باذن الله ناجحين، احنا بس هنتعود على قراءه الاسئله. السؤال ده كله بيتكلم على كي وورد واحده، ان هو اكسيدنتلي جريب بالغلط جاب ايه الليفوفلوكسوسين مكان الايه مكان السيبروفلوكسوسين، وقال لك ان ده انتيبيوتيك من نفس الكلاس بس مش بيعمل ايه، مش بيكفر كل الانفكشن اللي بيعالجها السيبروفلوكسوسين. This is an example of what type of errors، mistake ولا slip ولا lapse ولا violation. هو اتلخبط بالظبط، ده slip، هو اتلخبط فده slip، اللخبطه بالغلط جاب حاجه مكان حاجه. وعشان كده احنا قلنا في عندنا هنا ايه accidentally grave. في عندنا تريكس كده بتاعتنا احنا كنا متكلمين عليها قبل كده، ان انا في عندي كلمات او كي ووردز بتيجي مع الاسئله اللي بيبقى عايزك تجاوب فيها الاجابات دي. يعني لو عايز يسالك على لابس، على حاجه ان احنا نسينا، هيقول لك forget،
هيقول لك انه نيفر دون، ما عملش الحاجه دي، نساها باي شكل من الاشكال. هيوصل لك المعنى بتاع اللابس، ان احنا ايه، الشخص ده نسى يعمل الحاجه. السليب او اللخبطه بيقول لك ايه، اكسيدنتلي انت عملت رونج ثينج، اكسيدنتلي عملت جريبنج الحاجه غلط. مع الفيوليشن الاعتداءات بقى، او الحاجات اللي هي اصلا انت متعمد فيها تغلط، هيبقى فيها اجنور، هيبقى فيها اوفر رايد، ان انت بتجنور الرول دي او بتجنور البوليسي، بتعمل اوفر رايد للالارم ده، intentionally disregarding something right، يعني انت بتتغافل عن حاجه بالتعمد وهي فعلا صحيحه وانت بتتغافل عنها عمدا. skip to do the right thing، انت مش عايز تعمل، بتسكيب الحاجه دي، بتفوتها. deemed a wrong thing as okay، يعني تعتبر ان في حاجه غلط تمام تفوتها. كل الحاجات دي بالنسبه لنا بتعتبر violation او keywords بيستخدمها في الاختبار مع الفيوليشن. طب الميستيك اللي هو بقى ايه، ان احنا بنغلط بس علشان احنا مش عندنا sufficient training، او بنعمل mistake عشان انا مش عندي sufficient knowledge، او عامل wrong planning. كل الحاجات دي بتبقى زي برضو keywords للmistakes. تمام، نشوف مع بعض السؤال 9 بيقول ايه. ده برضو سؤال اهو طويل، بسيناريو بجيمز باسامي بحوارات، خلينا برضو نشوف بيقول ايه. James is a first year surgery resident on his first pediatric rotation. عندنا James ده طبيب جراح مقيم، المفروض ان هو ايه، في اول مثلا شيفت ليه او حاجة في البيدياتريك. His attending supervising physician، ال attending او supervising physician، الطبيب اللي بيشرف عليه يعني، asks him to start intravenous replacement fluids on a 2-year-old boy who is having vomiting and diarrhea. ال attending physician اللي موجود طلب منه ان هو يعمل ايه، يركب اي في لاين لطفل عنده سنتين بيعاني من vomiting و diarrhea. Having trouble remembering guidelines for calculating fluid replacement rates for very small children, James asks Maria, a nurse on the unit. James للأسف مش متذكر الجايد لاين الخاص بطفل صغير قوي كده عنده سنتين، فسأل ممرضة اسمها ماريا، الممرضة اللي في الايه، اللي في القسم. ماريا ريسبوند، you are the doctor, it's your job to decide this. ماريا لما سألها قالت له حضرتك الدكتور، المفروض حضرتك اللي تقرر نعمل ايه. James picks a rate that is too high, too much high, putting the child into fluid overload. James اختار تركيز عالي جدا وريت عالي جدا، فعمل للطفل ده overload، fluid overload يعني زيادة كبيرة في الايه، في الفلويدز اللي دخلت جسم الطفل ده. Who is likely to be negatively affected by this medical error؟ السؤال بقى هنا، مين بقى اللي المفروض هيشعر بأذى يعني نتيجة الايه، الميديكال ايرور او الخطأ الطبي اللي حصل ده، الخطأ الايه، الدوائي اللي حصل ده. The patient James اللي هو ال first year surgery resident، patient and James، ولا patient James and Maria؟ ايه، اوكي. طيب يا ميشو، بصي هو السؤال بيقول ايه، who is likely to be negatively affected، مين اللي هيتأثر بسلبية، دي or سي؟ طيب سي، جميل، سي. طيب شوفوا يا جماعة، بي. طيب احنا كده جاوبنا ايه وبي وسي ودي، جميل. هيبقى الإجابة الصح ايه، او مين الناس اللي هتتأثر سلبيا بهذا القرار وبهذا الايرور او الخطأ اللي حصل على البيشنت بتاعنا. البيشنت نفسه ده بالنسبه لي هو الفيرست فيكتيم، فكده كده البيشنت معايا يعني، انا كده كده المريض او الطفل ده طبعا واسرته يعني، لو كان جابهم كانوا هيبقوا معايا اكيد. ماشي، طب احنا كنا اتكلمنا قبل كده برضو لو فاكرين معانا عن السكند فيكتيمز اللي هم ايه، الضحايا التانيين، الضحايا اللي بيتاثروا بالاخطاء الدوائيه اللي بتحصل، وبالاخطاء والادفرس ايفنتس والسنترال ايفنت والاحداث الجسيمه والاحداث العكسيه اللي بتحصل في الرعايه الصحيه. فاكرين احنا اتكلمنا عن السكند فيكتيم، عن هيلث كير وركرز، مقدمين الرعايه الصحيه اللي بيبقوا انفولفد في حدث او في ايرور، برضو بيعتبروا سكند فيكتيمز. طب مين هنا عندنا اللي يعتبروا انفولفد في الحدث؟ هل جيمز لوحده، هو الطبيب ده لوحده اللي اخطا، ولا ماريا كمان اللي هي سالها وقالت له انت اللي تقرر؟ هل هي مش هتتاثر نفسيا ان هي برضو كانت في نفس الموقف اللي حصل فيه الاذى ده للطفل؟ احنا بنعتبر انه البيشنت هو الفيرست فيكتيم والستاف هم السكند فيكتيم، فبالتالي الستاف عندي جيمز وماريا الاثنين سكند فيكتيم والبيشنت فيرست فيكتيم، فالثلاثه نيجاتيفلي افكتد بالايرور ده.
فالإجابة الصحيحة معايا هي فعلا دي. لو فاكرين احنا كنا بنتكلم عن السكند فيكتيمز اللي هم مين؟ الهيلث كير وركرز اللي انفولفد في الأحداث. احنا عندي جيمس وماريا الاتنين انفولفد في الحدث. واضحة يا جماعة؟ طب تمام الحمد لله، وضحت للجميع؟ بس السؤال برضو ده ممكن يبقى تريكي شوية، ان انا ممكن اختار مثلا بيشنت وجيمز على اساس ان جيمز اللي عمل بس. طب ما هي ماريا برضو كانت في نفس الموقف معاه، يعني هي كانت في نفس الموقف معاه، وهو لما سألها قالت له ما حضرتك اللي المفروض تقرر، بس هي في نفس الموقف معاه، فهي نيجاتيفلي برضو هتبقى افكتد بالميديكال ايرور ده. تمام. طيب نشوف السؤال رقم 10 بيقول لي ايه. A 20-year-old male patient Algerido ولا الجيناردو ولا اي نيله ما علينا يعني arrives at the emergency department. السيناريو كأنه يقول ماريا ليست متأثرة. هو مش بيقول ان ماريا مش متأثرة، هو ماريا يعني رد ماريا ده قبل ما الحدث يحصل. يا دكتورة سمير شوفي حضرتك معانا بيقول ايه. ماريا ريسبوند يو ار ذا دكتور اتس يور جوب تو ديسايد ذس. ده مش ردها على انه الحدث حصل، ده ردها عليه لما سألها اعمل ايه قبل ما يدي العلاج. ده مش ردها بعد ما الحدث حصل. اوكي طيب تمام ماشي فعلا كلام. طب لحظة بس عشان اشوف بتقولوا ايه. كلام ماريا صح هنا ان هي مش وظيفتها تحدد الجرعة. ماشي، مش من وظيفتها ان هي تحدد الجرعة، هي كلامها ما فيش فيه خطأ غير ان هو يعني ممكن يكون مكتوب الكلام ده ممكن عشان يدينا الإيحاء ده ان هي ما لهاش دعوة، انا ما يعني مش هتأثر بالموقف. لا هي طبعا هتتأثر، يعني هو الطفل ده اصلا هي في النيرس في اليونت بتاعت الطفل ده وموجودة اصلا في الشيفت ده، ويعني بما ان الدكتور بيسألها فهي انفولفد. اه هو عدال لإيحاء، بس ده مش ردها على الحدث، ده ردها قبل ما الحدث يحصل على الدكتور. اه تمام اوكي. طيب نشوف بقى ده بيقول لي a 22-year-old male patient الجندرو مش عارفه اقرا لكم اسمه والله، ما عليك مش مشكلتنا يعني. arrives at the emergency department by ambulance in a coma accompanied by several family members. كان واصل المستشفى ومعاه ايه؟ معاه several family members او مجموعه من افراد اسرته، وكان داخل بكوما اغماء. دي family members speak Spanish، وده طبعا اللي يوضح لنا احنا ليه مش عارفين نقرا اسم الراجل الجميل ده، عشان هو اصلا مش اسمه اسباني، هما بيتكلموا اسباني. ووالدته اللي هي الجينردو دي mother اسمها جانيتا، برضو اسم برضو غريب، وده اللي يمكن دكتورة أريك بتقول لنا عليه الأسماء بتخلي الواحد ممكن يتلبخ شوية في الامتحان. برضو احنا مع السيناريوهات هنفوت موضوع الأسامي ده، هنعديه يعني هنقراه بأي طريقة، المهم ان احنا نفهم ايه المقصود منه. يعني speak some English، والدة الشاب ده بتتكلم انجليزي شوية انجليزي. the emergency department triage nurse جيم الممرضة اللي موجودة says he will قصدي الممرض الموجود he will call an interpreter. الممرض اللي موجود في الامرجنسي ديبارتمنت قال انا هتصل بايه او هكلم مين يجي لي interpreter المترجم الفوري. but جينيتا اللي هي مامة الولد says no I speak English. هي قالت له لا 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 مفيش داعي انا بتكلم انجليزي. جيم بقى الممرض المفروض يعمل ايه؟ هو قال انا هجيب interpreter، قالت له لا ما تجيبش انا بتكلم انجليزي. جيم شد ايه بقى؟ drop the issue so as not to further offend the patient mother، يعني يعديها ويفوت الموضوع علشان ما يحرجش مامة الولد أو مامة المريض ده. drop the issue but make a note in the record that an interpreter may be needed later، يعني يفوت الموضوع ويبقى يكتب نوت كده في الميديكال ريكورد يا جماعة احنا هنبقى محتاجين interpreter بعدين. يعني ask the patient's mother to sign a waiver، أو إن هو يطلب من مامة الولد ده والدته ان هي تمضي على تنازل ان هي مش عايزه الانتربريتر، هي اللي رافضه يعني وجوده، او هي مش عايزاه. ولا acknowledge that her English is quite good but say it is the hospital's policy to call an interpreter to avoid misunderstanding. طبعا انا شايف حضرتكم من قبل ما نقرا السؤال بتقولوا لي ان هو دي. هو طبعا الاجابه الصح دي، كل الاجابات اللي موجوده دي مش صح. حتى لو المريض او اسره المريض او حد من الفاميلي ممبر عرض ان هو ممكن يساعد في الترجمه، احنا لازم يبقى معانا انتربريتر. ليه؟ ومش ترانسليتور، انتربريتر.
وقلنا في فرق ما بين ترانسليشن وانتربريتيشن. الانتربريتر اللي هو ايه؟ المترجم الفوري، غير الترانسليشن. الترانسليشن ده المترجم مكاتب الترجمه تروح له انت بفولدر يروح يترجمه لك ومش عارف. انا عايزه مترجم فوري ويكون بيفهم في الطب وبيفهم في الميديكال، في المصطلحات الطبيه اللي احنا بنتكلم بيها، عشان ما يقولش اسم حاجه غلط، ما يقولش تشخيص غلط، ما يقولش اسم علاج غلط، كونسنتريشن مش صحيح، ولا يقول مثلا مواعيد العلاج بطريقه مش صحيحه. انا عايزه انتربريتر بنفس اللغه اللي بيتكلمها المريض واسرته، عشان نمنع المشاكل اللي بتحصل من اللانجوج بارير، او اللي هو ايه، الحاجز اللغوي ما بين المريض وما بين العاملين في الرعايه الصحيه، اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده وخدنا عليه كيسز وقلنا قد ايه فعلا بيفرق. ان هو ممكن بالمشاوره وبالكلام وبان انا اقول له كلمه شبه اللي عنده، وانه مش عارفه الانيميا اصلا عندها لو بلاد، والكلام اللي احنا كنا بنقوله في الكيسز ده ما ينفعش، لانه بيدخل الناس او بيعمل للمرضى دول ادفرس ايفنتس واحيانا سنترال ايفنتس. فاحنا ناخد بالنا كويس قوي ان لازم مهما لف ودار في السؤال انا عايز انتربريتر، ودي سياسه المستشفى. هو بيقول لك acknowledge her English، ويعني يقول لها ميرسي جدا وعلى مساعدتك وان الانجليزي بتاعك كويس ومش عارف ايه، بس دي سياسة المستشفى. وهتلاقي طبعا أسرة المريض هتقول لك يعني سياسة المستشفى، يبقى معنى كده ان الكلام ده يعني ايه صح. دي ناس بقى فاهمة شغلها، واللي احنا بنقوله ده ممكن مساعدة مننا، لكن هم عارفين شغلهم ماشي ازاي، فيقول لك لا خلاص هنسمع الكلام. فده طبعا الإجابة الصحيحة هي دي. والسؤال ده كان جاي شبهه في امتحان قريب، رقم 11، بيقولي multiple nurses have reported that a physician behavior is disruptive. مجموعة من الممرضات قالوا إن ال behavior بتاع أو السلوك بتاع physician بتاع طبيب معين disruptive، سلوك غير سليم، يعني بيتعامل بطريقة مش كويسة. وعرفنا قبل كده مع بعض معنى كلمة disruptive behavior، قلنا ال disruptive behavior ده ملوش تعريف واحد، هو عبارة عن إيه؟ إن أنت مش مرتاح للشخص اللي بيتعامل معاك، بيتكلم بطريقة بقى بيزعق، بيبص بصه مش عاجباك، بيخليك مش مرتاح وانت بتتكلم معاه، مش قادر ان انت تتناقش معاه، هو ده الديسربتيف بيهيفير. ما حددهوش حتى في المراجع ان هو ليه تعريف معين، غير ان انت تبقى حاسس ان اللي قدامك ده مش متقبل منك كلام، ممكن يكون بيتعامل معاك بطريقه مثلا فيها تعنيف، حتى لو تعنيف يعني من غير كلام، ممكن يبقى تعنيف كده ايه صامت، يعني يبقى بيبص بقى يعني بيشوف، بيبص لك كده بعينه، بينظر نظره بعينه يخليك تخاف تتكلم معاه. An effective first step in responding to the nurse's concern is to A. أنا عايز أستجيب لل concern بتاع النيرسز ده، أعمل إيه؟ Interview the physician. جميل. Counsel the physician. Terminate privilege of the physician. Refer the case of to a physician impairment committee. جميل. حضراتكم كلكم مجاوبين إيه؟ إن إحنا نعمل interview direct كده، interview مع الفيزيشن، نتقابل معاه، نشوف بقى إيه الوضع ده، في إيه؟ لا هعمل له كانسل، لان انا لسه ما اعرفش هو ايه بالظبط، يعني عشان اعمل له كانسل ولا اعرضه على لجنه استشاريه ولا لا، ولا هترمينيت البريفليج بتاعته برضه بناء على ايه؟ مش هعمل انترفيو الاول اعرف ادريس البيهيفير ده معاه. ريفير ذا كيس تو ا فيزيشن امبيرمنت كوميتي، برضه ان انا احول الفيزيشن ده على لجنه عشان يشوفوا هيعملوا ايه معاه. كل الحاجات دي ليه؟ ما انا انترفيو ادريس البيهيفير اولا مع الانفولفد بيشنت، مع الانفولفد فيزيشن ده، او الفيزيشن اللي هم كل النيرسز دول اتفقوا على ان هو مش كويس معاه. جميل. 12، when a case manager wants to demonstrate length of stay data that despite deficit both common cause and special cause variation, which of the following should be used. السؤال ده بيقول ايه؟ بيقول ان احنا عندنا كيس مانجر عايز يشوف او يشرح length of stay data ويوضح فيها الكومن والسبيشال كوز فاريشنز. يقولها لك فاريشنز، يقولها لك فاريانس، كلهم نفس المعنى. وبيقول ان هو عايز يعمل ايه؟ يشرح الحاجات دي، وعايز يشوف نوع الشارت المناسب. وهنا ما جابش كنترول تشارت، جاب جيورت تشارت، طبعا حضراتكم اخترتوه. ان انا عايز اشرح او اوضح الكومن والسبيشال كوز فاريشنز على شارت، اشرحهم على ايه؟ على الباريتو، على السكاتر، على الجيورت تشارت، على الفريكونسي بلوت. طبعا هو احنا قلنا يا هتشرح على الرن يا على الكنترول، لا الرن ولا كنترول موجودين، بس موجود شيورت تشارت اختار. ممكن برضو يجي لك حاجه تانية بدل شيورت تشارت، ولا رن ولا كنترول، برضو يكتب لك ترند تشارت. ترند، فاكرين ترند تشارت اللي هو الرن شارت؟ فممكن ما يجيب لكش شيورت تشارت ولا كنترول ولا رن، ويروح كاتب ترند تشارت اختارهم. ما هي برضو هي معناها الرن شارت، او الرن شارت بيوضح الكومن والسبيشال كوز فاريشن. فهي كلها بنفس المعنى. ولو جاب لي هنا في السؤال ده
تشورت تشارت او كنترول تشارت وران تشارت او ترند تشارت، هختار التشورت او كنترول برضو عشان الكنترول هو الافضل. السؤال اللي بعده بيقول لي informed consent for hip surgery was obtained and documented for an elderly patient. في عندنا الموافقة المبنية على المعرفة لعملية hip surgery، عملية جراحة في مفصل الهيب، was obtained and documented for an elderly patient، تم عملها وعمل وتوثيقها لمريض ايه elderly يعني كبير في السن. يعني in the recovery room a nurse discovered the wrong hip had been replaced. في الريكفري روم او في غرفه الافاقه الممرضه اتضح لها انه تم عمل العمليه دي على الرونج هيب، يعني ده رونج سايد سيرجري. The patient safety professional should perform a جميل فيميا، ما اقدرش اعمل فيميا لان الفيميا برو اكتف. Initiate the disciplinary action process، ابدا ان انا اعاقب الناس. Review the practitioner's qualification and listeners، يعني ان انا اشوف الكواليفيكيشنز او اللي هي ايه الشهادات اللي مع الراجل ده اسمها الترخيص بتاعه وهكذا. ولا perform root cause analysis. اه بالظبط كده، طبعا حضراتكم كلكم دي من اول ما قرينا السؤال، اول ما وصلنا عند هيب انه رونج هيب لقيت كل root cause analysis. طبعا هي root cause analysis، امال ايه؟ امال هنعمل ايه؟ ده sentinel event، هنعمل ايه؟ root cause analysis اكيد. The first time you admit a patient using your health system's new health electronic record, you see a screen pop up as you are attempting to enter orders. انت الأول مرة بتستخدم البرنامج بتاع الالكترونيك هيلث ريكورد الجديد في المستشفى، بدأ يظهر عندك على السكرين بوب اب، او اللي احنا بنقول عليها كده الايه الشاشة اللي بتظهر لك كل شوية دي وانت بتدخل الايه الاوردرز او الايه الامور او الامر على البرنامج، فبيبدأ يظهر لك البوب اب دي. The top it says at the top it says you must enter orders for DVT blood clot prevention before completion of this admission order set. بتقول له ايه على البوب اب؟ بتقول له انت لازم تدي علاج للدي في تي او البلود كلوت اللي هي التغلطات الدمويه، علاج وقائي قبل ما تبدا تكمل الايه الادميشن اوردر بتاعك ده. Click here to complete this order. بيقول له ايه؟ دوس هنا عشان تكمل الاوردر بتاعك. This pop-up is an example of the use of a. البوب-اب اللي بتقول له مش هتعمل الاوردر بتاعك غير لما تدي DVT prevention medication. دي ايه؟ Forcing function, simplification, standardization, redundancy. طبعا طبعا كلنا جاوبناها صح. طبعا ده سؤال يعني ريكول بسيط جدا ما فيهوش اي حاجه. البوب اب دي مثال لايه؟ فورسينج فانكشن، مش هتشتغل غير لما ايه؟ غير لما تدي الدي في تي بريفنشن ميديكيشن، مش هتعمل الاوردر بتاعك غير لما تعمل ده. فانا هنا بمنع الانسان من ان هو يغلط، بحاول على قدر الامكان ان انا اعمل ايه؟ ان انا اوفر بيئه تخليه وهو مركز وهو مش مركز بقلل حدوث الخطا، بمنع على قد ما اقدر ان انا يحصل عندي اخطاء، ومش عايز خالص ان يوصل هور مع البيشنت، فبمنع طول الوقت بسهل عليه الصح وبصعب عليه الغلط، بصعب عليه انه ينسى يدي الدي في تي بريفنشن لانه مش هيكمل الاوردر غير لما يدي الدي في تي بريفنشن، فانا بسهل عليه انه يعمل الصح. ده فورسينج فانكشن، وطبعا ده من ضمن السترونج اكشنز. الدكتوره اذا قال لي انه الدكتور كان يتجاهل، لو بيتجاهل يبقى ده اوفر رايد، يبقى ده فايوليشن. تمام دكتورة أريج، لو السؤال هنا بيقول لي إن هو بيتجاهل أو بيأوفر رايد البوب أب، ده يبقى إيه؟ فيوليشن، متعمد إن هو يعمل حاجة غلط. تمام يا دكتورة، حتى لو بسبب ضغط، حتى لو بسبب إيه، أنا بالنسبة لي ده فيوليشن. أوفر رايد يعني فيوليشن، حتى لو بسبب إن هو عنده أي حاجة في حياته ده فيوليشن، بيتعمد إن هو يعمل حاجة غلط. أوفر رايد هو هيجيلك بأمثلة، يعني كلمة إن هو فيوليشن دي هيجيبها لك بأمثلة كتير، يقول لك أوفر رايد، هيقول لك إجنور، هيقول لك بأي شكل من الأشكال. إحنا هنا بالنسبة لنا ده يعتبر إيه؟ فيوليشن. لو بقى أحكي لك في السيناريو حاجة تانية عايز يوصلك بيها مش للفيوليشن، عايز يوصلك بيها إن هو ده at risk behavior، إنه هنا الريسك كان justified، ممكن يحكي لك حكاية ويقول لك إن هو مع إن إحنا عايزين مش عارفة مثلا البيشنت بتاعي مستعجل على دخوله علشان مثلا في حاجه معينه واحنا محتاجين ان احنا نعمل اوفر رايد هنا علشان باي شكل من الاشكال، هيقول لك في السيناريو ان الريسك ده جاستيفايد، ليه سبب، ليه مبرر، مش العادي بتاعنا.
ممكن يجيب لك سيناريو يحكي لك فيه حكاية بس يديكي ما يوحي بأن في الريسك ده جوستيفايد، في مبرر لاتخاذ هذا الخطر، إن أنا أشتغل وأجنور الألارم ده علشان أنا بلحق حاجة، المريض بتاعي بيموت مثلا، الاوردر ده انا لازم اخده او اطلع العلاج الفلاني ده واديه للمريض حالا، فعملت اوفر لايد للبوب اب عشان انا عايزه الحق المريض بتاعي دلوقتي حالا والريسك بتاعي جاستيفايد، في مبرر ليه، ده ات ريسك، ات ريسك بيبي هيقول ما يوحي بيه. لكن لو قال لي اوفر رايد بس وسكت، او قال لي انه اجنور بس وسكت، لا ده يبقى فايوليشن. اوكي، وانا برضو دكتوره اريجي عشان عارفه حضرتك مش معانا من الاول، برضو احنا كنا في شهر نوفمبر اللي فات شرحنا محاضرات عن الات ريسك بيهيفير والهيومن ايرور والريكلس بيهيفير والكريمنال والحاجات والانسيف اكت الجوريزم والحاجات دي كلها، هبعت لحضرتك الفيديوهات بتاعتها برضو تطلع عليها علشان ايه تبقي عندك برضو فكره كويسه عن الموضوع. سؤال 15، A patient safety professional plans to use rapid. تسلمي حبيبتي. A patient safety professional plans to use rapid cycle of a change to test a process redesign. عندي patient safety professional عايز يشتغل على ال rapid cycle علشان يشوف ايه، يعمل تيست لل change او تغيير عمله في ال process، بيعمل ال process redesign، بيعيد تشكيل ال process. To evaluate the each change the professional should look for unintended consequences. البروفيشنال او البيشنت سيفتي بروفيشنال ده عشان يevaluate او يقيم التغيير اللي حصل والتغييرات اللي عملها لازم يبحث عن ال unintended consequences او التبعات الغير مرغوب فيها اللي بتحصل مع التغيير، evidenced by ايه او اللي الدليل عليها ايه، ال properly functionally parallel systems، ان يبقى عندي السيستمز يعني تمام بتشتغل صح ومفيش فيها مشاكل، ولا ال work around being used to achieve a desired outcome، يعني التحايلات اللي بيعملوها مقدمين الرعاية الصحية عشان يوصلوا لل desired outcome بعد ما انت غيرت في عملت ال change بتاعك وعملت ال process redesign، بدأوا ان هم يتحايلوا على التغيير اللي انت عملته عشان يوصلوا لل desired outcome وخلاص، ولا correct execution of physician orders، انه بيتم عمل execution او تنفيذ ال physician orders صح، ولا appropriate supply utilization، ان احنا بنستخدم الايه ال supply او الموارد بشكل كويس، A B C D. B دي جميل، تمام، هي فعلا الإجابة دي بي، أنا هبحث عن ال unintended consequences أو التبعات الغير مرغوب فيها اللي بتحصل مع أي تغيير أنا بعمله، ممكن من خلال إيه أو الدليل عليها إيه، إن الناس تعمل تحايلات عشان توصل ل desired outcome اللي أنت قلت عليه. أنا قلت مثلا على ال change اللي أنا هعمله إن أنا هعمل إيه independent double check على ال high alert medications قبل صرفها، مين اللي المفروض يعمل الاندبندنت دبل تشيك؟ اتنين نيرسز كل واحد فيهم يدخل بالاي دي بتاعه على السيستم يعمل الكالكيوليشن ويطلع النتيجه، وبعدين واحد تاني يدخل ويعمل الكالكيوليشن ويطلع النتيجه، وبعدين العلاج يتصرف. ده السيستم، ده التشينج اللي احنا عملناه، هدف نبيل وسامي وعظيم، واحنا عايزين من خلاله ان احنا نعمل ايه، نقلل الميديكيشن ايرورز ونقلل المشاكل اللي بتحصل من الهاي اليرت ميديكيشن. جم بقى النيرسز عملوا ووك راوند او تحايل ظريف لطيف عايزين يوصلوا للديزايرد اوت كوم يصرفوا العلاج، عملوا تحايل بسيط قوي قال لك انت مش عايز اتنين اي دي، جميل جدا، هو البرنامج شايفنا؟ لا مش شايفنا، خلاص انا ادخل بالاي دي بتاعي وبعدين ادخل بالاي دي بتاع زميلي، وانا هو شخص واحد اللي عمل الكالكوليشن وصرف العلاج. ده ان انتندد كونسيكونس او ده تبعات غير مرغوب فيها حصلت نتيجه ايه، انه الناس بتعمل تحايل عشان عايزه تخلص اللي انت عايزه، مش انت مش هتخلينا نطلع الهاي اليرت ميديكيشن ده غير لما ندخل احنا باندبندنت دبل تشيك، اهو يا سيدي اندبندنت دبل تشيك ده ولا لا، اهو بس ده ورك اراوند اللي هي التحايلات. وقلنا قبل كده في فرق ما بين كلمه ورك اراوند ووك اراوند، الار والال، الار الورك اراوند اللي قدامنا دي معناها تحايل، الووك اراوند الناس اللي بتمشي في الليدرشيب راوند، السيفتي راوند، البيشنت سيفتي راوند، كل الحاجات دي بنفس المعنى، في فرق ما بين. طيب ناخد بقى سؤال لطيف كده بيقول ايه، A facility had 12 urinary tract infection last month and 60 patient days. Which of the following
UTI أو urinary tract infection rate per 1000 patient days. ايه اوكي، سريع جدا، برافو. السؤال ده بسيط قوي، بيسألني عن معدل حدوث عدوى في مجرى البول urinary tract infection per 1000 patient days، على ال1000 يوم مريض في المستشفى. السؤال ده إجابته في منتهى البساطة، عدد الناس اللي عندها UTI قد ايه؟ 12، على عدد الأيام بتاعتهم 600 وبضرب في 1000، 12 على 600 في 1000 بيطلع 20. هو ده السؤال، ده جاي زيه في الامتحان، مفهوش أي حاجة. وأقول لكم على حاجة برضو، تريك كده بتحصل، ممكن تدخل تلاقي إن السيستم بتاع الامتحان معهوش إيه، آلة حاسبة، تطلب من السنتر آلة حاسبة، مفيش آلة حاسبة، ولا تحط في بالك. ليه بقى؟ السؤال اللي هيجيلك في الامتحان مش هيبقى محتاج آلة حاسبة، يعني الجمع والقسم بتاعه مش محتاج آلة حاسبة، تعمله فعلا بالنظر، أو لو معاك هم سامحين بالورقة والقلم هتعمله على الورقة والقلم، مش محتاج آلة حاسبة. يعني مثلا هيقول 10 على 5 فيها كام؟ فيها 2، يعني حاجات كده، مش هتيجي أصعب يعني أرقام وتحتاج وآلة حاسبة وتقسم وتعمل، مفيش الكلام ده. يعني 12 على 600 دي مش هتجيلك، هيجيلك أرقام أسهل من كده، الأرقام فعلا سهلة جدا اللي بتيجي، فعلا أرقام سهلة جدا، مفيش أي حاجة. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي the absence of preventable harm to a patient during the process of healthcare and the duration of risk of unnecessary harm associated with healthcare to an accepted minimum is known as A. ده تعريف ايه؟ عدم وجود او ال absence of ال preventable harm، الايه، الاذى الذي يمكن منعه للبيشنت، على او عدم وصول الاذى ده للبيشنت خلال عملية الرعاية الصحية، and the reduction of a risk، وتقليل المخاطر to of an unnecessary harm associated with the health care to the unaccepted minimum is known as a patient safety. شفت بقى؟ patient safety، مفيش أي حاجة، تعريف ال patient safety، سؤال بسيط جدا يعني. طب نشوف 18 بيقول إيه؟ A trend in near miss event reports suggests that compliance with the universal protocol has decreased in a hospital surgical department. في عندنا ترند من انه كل النير ميسز اللي احنا بنتابعها، النير ميسز ايفنتس او الريبورتس بتاعتها، بتوضح ان الكومبلاينس او المدى الالتزام باليونيفرسال بروتوكول قل جدا في قسم الجراحه. Development of a culture where the universal protocol is used with every surgery must include a. انا عايز يبقى عندي كالتشر في المستشفى يبقى فيها استخدام اليونيفرسال بروتوكول او السيرجيكال تشيك ليست يعني مع كل عمليه جراحيه، ده المفروض يبقى انكلود ايه؟ انكلود ميديشن اوف كومبلاينسز فروم سيرجن اباوت ذا بري اوبراتيف بروسيس، ان انا يبقى عندي تعديل لالتزام السيرجنز فقط بالبري اوبراتيف بروسيس او ما قبل العمليه الجراحيه، patient understanding the risks when the universal protocol is not followed. البيشنت المريض الغلبان اللي دخل يعمل عملية يبقى هو نفسه على دراية بالمخاطر اللي هتحصل لو احنا ما اتبعناش اليونيفرسال بروتوكول. طب الراجل ده البيشنت الغلبان ده لو انفولفد معايا في الساين ان، التايم اوت بقى هو متخدر بقى، والساين اوت اللي هو لسه بيفوق، هيبقى اصلا انفولفد معايا ازاي يعني؟ ما مدى يعني الفايدة اللي هتعم علينا لما البيشنت يعرف المخاطر من عدم التزام الناس باليونيفرسال بروتوكول؟ هيقوم من البتاع، هيقوم التخدير يقول لهم بقى اعملوا يونيفرسال بروتوكول، اعملوا التايم اوت. طيب identification of process gaps by frontline staff, surgeon and management leaders. اشوف ايه البروسيس جابس، او ايه اللي بيخلي الناس ادرس البيهيفير بتاعهم ده معاهم دايركت كده، واقول لهم يا جماعه انتوا مش ملتزمين ليه؟ مع الفرونت لاين ستاف، مع السيرجنز، مع المانجمنت ليدرز، ايه يا جماعه ليه ما فيش التزام باليونيفرسال بروتوكول؟ ولا دي ريجولار كومباريزون وذ سيفتي كالتشر سيرفي فايندينج؟ طبعا احنا كلنا مجاوبين ايه؟ مجاوبين سي طبعا، من اول ما بدانا نقرا السؤال واحنا بنجاوب سي، طبعا سي هي الاجابه الصح اكيد، ان انا ايدنتيفاي البيهيفير ده دايركتلي مع الانفولفد ستاف، مع البروسيس اونرز، مع الفرونت لاين ستاف، دي طبعا اشوف الجابس، اشوف ايه المشكله في ايه، ما بنلتزمش ليه باليونيفرسال بروتوكول، ونشوف ايه المشكله ونحاول ان احنا ايه نبحث عن الروت كوزز ونحلها. طيب احنا قلنا في ايه بيتكلم عن السيرجنز فقط، فطبعا ده مش صحيح،
بيشنت طبعا الغلبان مسكين اكيد مش هو اللي هيحل لنا الموضوع. طب دي regular comparison with safety culture survey findings، ليه ما اختارناش دي؟ احنا عندنا تفسيرين ليه ما نختارش دي. اولا هو بيتكلم على البيشنت كالتشر سيرفي فايندنج، البيشنت كالتشر او السيفتي كالتشر سيرفي. السيفتي كالتشر سيرفي اللي انا بعمله على مستوى المستشفى كلها، يعني مش خاص بالايه بالسيرجيكال ديبارتمنت. فطبعا ده انا ما اقدرش، ده برود جدا ان انا اقارن ده مع كل المستشفى. طب ليه اقارن ده مع كل المستشفى؟ انا عندي بالفعل مشكله، وهو ده اللي بيخلينا نقول التفسير التاني، ان هو اصلا بيقول لك ده ترند في النير ميست ايفنت ريبورتس، يعني الترند بريزنت اوريدي، لسه هتكمبير. عارفين التريك اللي كنا بنقولها في سي بي اتش كيو؟ عندك مشكله هتكونتينيو تو كولكت داتا، ومش هتكونتينيو ازاي وانت عندك مشكله اصلا؟ ما ينفعش. ده بيقول لك ترند، اول كلمه قالها في السؤال ده ترند في النير مس، يعني في مشكله بالفعل. وده مش بقى يعني مش بس مش ده ترند، يعني معنى كده ان هي اوفر تايم عدت على الران شارت ولا كنترول شارت، عدت بقى 5 و6 شهور ان انت عندك ايفنت ريبورت من النير مسز بتقول ان الناس ما عندهاش كومبلاينس مع الايه، مع اليونيفرسال بروتوكول، او انه بيقل. ده ترند، يعني ديسندنج ترند، عمال كده الكومبلاينس يقل قدام منك. فده طبعا ما ينفعش تقول فيه ان انا هكمبير لسه، ولا هتابع، ولا لسه هستنى على 6 شهور اشوف. دي تريك في الاسئله عموما، يعني مش بس انا مش واقفه عشان السؤال ده، هي تريك في الاسئله عموما، ان هو يجيب لك حاجه او مشكله بالفعل خلاص ايدنتيفايد اهي قدام عينينا، خلاص حطها لي قدام عينيا في السؤال، ويجي يقول لك في الاجابات ايه، هكونتينيو تو ايه كولكت داتا 6 شهور كمان، هكمبير مع الناشونال بنش مارك. كل الكلام ده كلام فارغ، خلاص انا المشكله قدام عينيا، لسه هقعد ادور ولا هجمع؟ لسه هجمع ليه؟ طيب واضح يا جماعه الحته دي؟ احنا بنقول افكار اكتر من ان احنا بنجاوب الاسئله دي، احنا بنقول افكار لاسئله تانيه. اوكي نشوف 19. During a clinical rotation on the medical surgical floor of a hospital, you notice several patients have developed urinary tract infection associated with their Foley catheter tubes inserted into the bladder to drain urine. انت خلال الكلينيكال روتيشن في الميديكال سيرجيكال فلور، في الدور الخاص بالميديكال سيرجيكال يونت عندك في المستشفى، لاحظت ان في عندنا مرضى كتير عندهم يورينري تراكت انفكشن مرتبطه بتركيب القساطر اللي هي ايه الفولي اسيتر، الفولي كاثيتر، او القساطر اللي هي ايه من الفولي دي، اللي هي المفروض الايه التيوب او الانبوب اللي بيدخل على البلادر عشان يدرين الايه اليورين او لتركيب القساطر الايه البوليه. Your staff physician agrees that this is a problem and offers to help with an improvement project. الستاف فيزيشن اللي معاك وافق على ان دي فعلا مشكله، وعرض ان احنا محتاجين نعمل ايه، تمام احنا انا ممكن اساعد في ان احنا نعمل مشروع تحسين. Together you work through several BDSA cycles to reduce the rate of UTI on your floor. انت اشتغلت يعني مع مع الفيزيشن على several BDSA cycles، يعني اشتغلت BDSA وتخلصها او تدخل على BDSA اللي بعدها، وتخلصها وتدخل على BDSA اللي بعدها، علشان نقلل من الريت في اليو تي اي في ايه في القسم ده، او في الفلور في الدور ده. Which of the following method would you recommend to display your improvement data؟ اي من هذه الخيارات تستخدمه عشان تعرض بيه الداتا بتاعتك او ايه البيانات الخاصة بالتحسين؟ write a list of numbers، نكتب كده لستة من الأرقام، draw a run chart، نرسم run chart، create a two column table، نعمل جدول، ولا draw a bar chart. bar chart ماشي جميل. طيب حد عنده رأي تاني غير bar chart؟ B run chart. جميل جميل حلو قوي. السؤال ده هو ما قالهاش صراحة كده، يا جماعة أنا عايز أديسبلاي داتا أوفر تايم، ما قالش كده صح، هو ما قالش كده، بس قال لك إيه؟ قال لك إحنا عملنا سيفرال بي دي إس إي سايكلز، يعني عملت بي دي إس إي سايكل وخلصتها وعملت اللي بعدها، وبعدين خلصتها وعملت اللي بعدها، وبعدين خلصتها وعملت اللي بعدها، وهكذا وهكذا اوفر تايم.
سيفرال بي دي اس اي سايكلز دي هو حاططها مكان اوفر تايم. معايا يا دكتور اريك؟ انا عايزه ديسبلاي داتا اوف الامبروفمنت ده اوفر تايم. انا بعمل ايه؟ مشروع تحسين، وبجرب وبحسن وبعدين بعدل. كلير الحمد لله، جميل جدا. هو ما قالش اوفر تايم كده دايركت، هو خباها في الكلام. قال لك ايه؟ انا عملت سيفرال بي دي اس اي سايكل، واحنا طبعا مع الامتحان ممكن انا اروح ايه اشيف بي دي اس اي سايكل، ف يعني افوتها، ما فهمش قوي هو يقصد بيها ايه. لما الاقي الخيارات دي ما الاقيش ان ليها حاجه ليها علاقه بالسيفرال بي دي اس اي سايكل، فاشوف انا ممكن اعرض الامبروفمنت داتا دي على ايه. بس انا ما اقدرش استخدم البار شورت، انا احتاج جدا الران شورت واشوف ان انا عملت التغيير الفلاني ولقيت ان وصلنا بنسبه اليو تي اي لكذا، وبعدين عملت بعدها بي دي اس اي تانيه فلقيت ان التغيير بتاعي وصل لكذا. وممكن على الران شورت نفسه اكتب تاريخ بدايه كل بي دي اس اي فيهم، واكتب ان دي بي دي اس اي 1 بي دي اس اي 2 3، واخد الميديان بتاعي احطه في النص واشوف التوزيع بتاع الداتا عليه اوفر تايم فوق ولا تحت الميديان والدنيا ماشيه معايا ازاي، واوضح الامبروفمنت داتا بتاعتي اوفر تايم على ران شورت. اكيد مش هوضحها لا على اكتب مجرد ارقام، مجرد ارقام دي يعني انا ما وضحتش حاجه، انا كتبت بس الداتا ست. طب فين وبعدين؟ يعني مثلا او تو كولوم تيبل ماشي، ما هو اصلا الران شورت ده هيبدا معاك بتيبل، ان انت كاتب مثلا ان انا عندي في البي دي اس اي الاولانيه اللي بداتها مثلا في يوم كذا دي ووصلت للريت كذا، وبعدين بدات في البي دي اس اي اللي بعدها يوم كذا ووصلت للريت مثلا بتاع اليو تي اي كذا. ده ايوه ده التيبل اللي انت هتبدا بيه على الاكسل شيت، هيعمل لك بعد كده تعرضه بعد كده على الران شورت. تمام، دي الايه الاجابه بتاعت السؤال ده. سيفرال بي دي اس اي سايكلز هو مخبي فيها ان هو عايز يقول لك اوفر تايم، ما جابهاش صريحه يعني. طيب 20، A patient safety professional at a rural community hospital developed a safety event reporting system for the organization. عندي المسؤول عن السلامه سلامه المرضى في rural community hospital في مستشفى في مكان ريفي شويه، عمل safety event reporting system للorganization أو للمستشفى دي. When introducing this system to clinicians and staff, the professional emphasized that any events that present risk to patients should be reported in the system. لما بدأ إن هو يوضح ويشرح الموضوع للclinicians والstaff اللي موجودين في المستشفى، أكد على فكرة إنه أي event ممكن يعمل خطر على البيشنت لازم يتعمل له reporting في السيستم. Which of the following should these instructions also include. المفروض يقول لهم حاجة كمان، إيه هي بقى؟ Only cases of actual harm should be reported in the system. فقط الحالات اللي هيحصل عليها actual harm هي اللي يتم عمل لها reporting في السيستم. يعني الحالات ال actual harm المقصود بها إيه؟ الحالات اللي فيها adverse events وال central events، هم دول بس اللي تعمل لهم reporting. ولا يقول لهم ان near misses should be reported in the system، انه near miss لازم تعمل له reporting في السيستم. ماشي، لو اجابه عجبتني احطها على جنب واشوف برضو اللي بعدها يمكن حاجه تعجبني اكتر. reports in the system should only be entered by nurses. الريبورتس اللي دخلها النيرسز بس، الكلينيشنز والفيزيشنز ما لهمش دعوه، النيرسز بس اللي يعملوا ايه ريبورت. ولا patients should be entering reports in the system، ولا المرضى يدخلوا الريبورتس على السيستم. A B C D. بي طبعا، برافو عليك. وطبعا بي ان يور ميس شود بي ريبورتد ان ذا سيستم، طبعا ان لازم ياكد لهم على فكره انه ان يور ميس يا جماعه لازم يتعمل له ريبورتنج، مش بس الاكتوال هارم، مش بس الادفيرس ولا السنتنال ايفنتس، لا كمان ان يور ميس بيتعمل لها ريبورتنج. وطبعا ده سؤال بسيط جدا، يعني السؤال تبص عليه كده تقول ده مثلا السؤال راس السؤال لوحدها خمس ست سطور، بس هو سؤال بسيط جدا. اوكي نشوف اللي بعده. To avoid misinterpreting variances, which of the following statistical tools should be used. علشان تمنع من عدم التفسير الصحيح المس انتربريتنج للفاريانسز للاختلافات، تستخدم اي من هذه الاسئله التولز او الشارتس. كنترول شارت، فيش بون دايجرام، فورس فيلد اناليسيس، باريتو شارت اناليسيس. اي بي سي دي. فاريانسز، سبيشال كوز فاريشن اند كومن كوز فاريشن.
هيجيبها لك كده، هيجيبها لك كده. تعالي لي يا ميشو، تعالي لي. فيش بون، فيش بون دايجرام للفارينسز، فيش بون دايجرام، فيش بون دايجرام بتاع ايه، بتاع ال 5 ام 1 اي اللي بنبحث فيه عن الاسباب ونكاتيجورايز الاسباب، ايه علاقته بالفارينسز؟ كنترول شرط طبعا، فارينسز ان انا اشوف الفارين. ايوه ايوه طبعا، ايه كده، برافو، اسقف لك كده صح. كنترول شرط اكيد، ليه؟ ما هو قال فارينسز زي ما يقول عايز ابحث عن الكومن كوز فاريشن والسبيشال كوز فاريشن، هي كنترول شارت او ران شارت. لو حطيت لي الاثنين هختار الكنترول شارت برضه. طيب السؤال اللي بعده 22. ايزودورا از ا فيرست يير سيرجري ريزيدنت اون هير فيرست بيدياتريك روتيشن. الريزيدنت اللطيفه دي اللي اسمها لطيف دي، ايزادورا دي، في اول يوم ليها برضو في الايه، في البيدياتريك. هير اتندنج كونسلتنت الاستشاري اللي معاها اسكس هير تو immediately ستارت اي في ريبليسمنت فلويد اون ا 2 يير اولد جيرل هو از اكسبيرينسينج فوميتنج اند دايري. طلب منها كونسلتنت او الاستشاري اللي معاها في القسم ان هي تركب اي في لاين لطفله عندها سنتين عندها فوميتنج دايري. ايزادورا هاز ريسنتلي ليرند ذا جايد لاين فور كالكوليتنج فلويد replacement rates for very small children. هي لسه عارفة قريب عن الجايد لاينز الخاصة بالأطفال الصغيرين في السن في موضوع الـ إيه الـ IV replacement يعني. However, she confuses. هي اتلخبطت and pick a rate that is too high. اتلخبطت وأخدت rate عالي جدا، أو عملت إيه؟ عملت rate عالي جدا من للـ IV line ده. To prevent this type of error from recurring in this unit, which of the following is most important? عشان أمنع من حدوث هذا الحدث مرة أخرى في نفس القسم، إيه المفروض أعمله؟ إيه من دول يعتبر most important؟ More severe will publish consequences for providers who are reckless. إن أنا أبدأ أنشر عن الموضوع وعن البروفايدرز اللي بيعملوا الحاجات دي على ان، او يعني البروفايدرز اللي بنعتبرهم احنا ريكلس اللي هم ايه اللي بيشتغلوا باهمال يعني، انشر انا بقى الموضوع واعمل له زي يعني ايه دعايه في المستشفى يعني احنا عندنا بروفايدرز وريكلس وبيشتغلوا باهمال مش عارف ايه. clearer medical guideline for fluid replacement in patients of all ages. اعمل جايدلاين اوضح شويه للفلويد ريبليسمنت لكل الاعمار. An improved culture of safety. أعمل أحسن من culture of safety. ولا a change to the system so that it doesn't rely as heavily on human memory. هي اتلخبطت. أعمل مع إيه اللي بيتلخبط ده؟ أقول إن هو ريكلس؟ ولا أديله guideline أحسن؟ أه جميل جميل، دكتورة أماني قالت لنا بيه، جميل. دكتورة أمين شوفي حضرتك هنا هو كاتب إيه؟ clearer medical guideline for fluid replacement in patient of all ages. إحنا عارفين بقى إن اختيار بي ده يمثل إيه according to action of hierarchy أو hierarchy of action according كده للترتيب بتاع قوة وضعف الأكشنز في اللي إحنا بناخدها بعد root cause analysis. لما يقول لي أنا هعمل clear guideline ده بالنسبة لنا يبقى ايه؟ strong intermediate weak. جاوبوني. weak طبعا ده weak action، ده ما يعادل ان انا هعمل new policy new procedure هديهم training كل الكلام ده هيمنع من حدوث نفس الخطأ مرة تانية. هو اصلا في السؤال ما قاليش ان هي كان الجايد لاين بالنسبة لها غير واضح، هو قال هي لسه متعلمه الجايد لاين بتاع ان هي ازاي تكالكيوليت الفلويد ريبليسمنت للاطفال الصغيرين قريب ريسنتلي، بس هي كونفيوزد اتلخبطت وهي بتعمله. احنا ما بنشككش في انه الجايد لاين اصلا كلير ولا لا، احنا هنا بنقول ان هي اتلخبطت حتى والجايد لاين كلير، حتى والبوليسز كلير. احنا كل البوليسز اللي احنا عاملينها دي بوليسز زي الفل، سكاره ما حصلتش ومكتوبه بخط جميل وواضح ومش عارف ايه، جميل جدا حلو جدا، وتعالى ودي التريننج عليهم وقعد الناس كده قدامك في فصل واقعد انت اتكلم وهم قاعدين يهزوا دماغهم ويسمعوك لحد ما يتاخدوا بس ان هم فعلا خدوا التريننج الفلاني ويمضوا عليه ويروحوا يكملوا شغلهم. اقل تأثير
ان انا اقعد اتكلم وقدامي الناس عماله تسمعني وخلاص، اقل تاثير، ويك اكشن، اعمل لهم جايد لاين جديده، اديهم بروس جديده، ادربهم بالطريقه، كل ده ويك اكشن. لكن لما هو هنا في دي قال لي بشكل عام انا هروح لسيستم يقلل من الاعتماد على ذاكره الانسان، ديكريز ريلاينس اون ميموري، ده اصلا اللي احنا قلناه في تعريف السترونج اكشن، مش من الامثله، ده كان تعريفه ديكريز، او يعني بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نقلل تماما الاعتماد على الهيومن ميموري. انا عايزاك اصلا وانت مركز وانت مش مركز تشتغل صح. واضحة؟ طب سي، هي سي بيقول لي امبروف كالتشر اوف سيفتي، بس ما قالش كده كلمه كده امسكها كده ويعني تريحني كده وقلت تمام، هو كده حط ايده على المشكله فعلا وحلها. لا، ده كلام عام قوي، بيقول لي امبروف كالتشر اوف سيفتي، ماشي هامبروف كالتشر، هي مش سبيسيفيك خالص للسيتويشن بتاعي. لكن لما يقول لي ان انا في دي هتشينج السيستم وهروح لسيستم تاني بيعتمد قليل جدا على ان هو عندي هيومن ميموري، doesn't rely on الهيومن ميموري، ده بالنسبه لي هو طبعا البيست تشويس، دي طبعا البيست تشويس. لكن بي ويك اكشن، ان انا هعمل كلير الميديكال جايد لاين، هعمل تريننج، هعمل نيو بوليسي، نيو بروسيدجر، نيو ميموري، كل الحاجات دي بالنسبه لنا ويك جايد، ويك اكشن، ما اختارهاش. واضح الدكتورة أماني معانا؟ طب الحمد لله، ماشي أوكي. نشوف بقى السؤال إيه اللي إجاباته ما شاء الله عليها، يعني الاختيارات أكبر من السؤال. A facility uses an electronic voluntary reporting system, weekly executive safety walk rounds, and department performance improvement activities. شوف مستشفى شطورة إزاي، يعني بيقول لك بيستخدموا electronic voluntary reporting system ومعاه executive safety walk round و department performance improvement activities، يعني مستشفى شطورة يعني. السؤال بقى، which of the following represent the most effective combination of patient safety improvement strategies for this facility؟ أي من هذه الخيارات يعتبر كده إيه ال most effective combination، يعني إيه مجموعة الحاجات اللي هتبقى موجودة مع بعضها تديني فعلا improvement strategy للمستشفى دي، أو تعمل عمليات تحسين في إيه سلامة المرضى في المستشفى. Providing department training on the use of electronic reporting software to augment training in the hospital orientation process. نستخدم department training على الاستخدام بتاع، نعمل تدريب على الاستخدام بتاع الالكترونيك ريبورتنج سوفت وير ده عشان نتأكد بس إيه، أو يعني نعمل training في عملية الاورينتيشن أو التعريف بالإيه بال نعمل قصدي التريننج ده في عملية التعريف بالعمل في المستشفى يعني. inviting all staff to participate in weekly safety walk round، ندعو جميع مقدمين الرعاية الصحية ان هم يشاركوا معانا في الويكلي سيفتي ووك راوند، مش مع بعض يعني، بس يبقوا يقدروا يشاركوا معانا في الويكلي سيفتي ووك راوند، ده برضو جميل جدا. and appointing a shift safety monitor to highlight reporting opportunities، نعين واحد يبقى واقف كده هو ايه شيفت سيفتي مونيتور، يعني هو كده المنوط به ان هو يتابع عمليه سلامه المرضى في المستشفى ويهايلايت لو في اي حاجه محتاجه يتعملها ريبورتنج، يقول لك خد بالك ده المفروض تعمله ريبورت، وانت عامل لي ريبورتنج عن النير مس اللي انت كنت هتعمله دلوقتي، انا خدت بالي ان انت كنت هتعمل نير مس ما حصلش يعني هارم على البيشنت، بس برضه اعمل لنا ريبورتنج، وانت عملت ادفرس ايفنت تعالى اعمل لنا ريبورت. ده معناه يعني ما يقصده بالشيفت سيفتي مونيتور، واحد كده قاعد بيراقبهم يعني. طيب B، sharing lessons learned at staff meetings to increase comfort with the electronic reporting tool. نتكلم ونوضح الايه lessons learned او الدروس المستفاده واللي احنا عارفينها من عمليه ايه reporting على الالكترونيك reporting system، جميل، عشان نسهل على الناس ونحسسهم بالامان اكتر من ان هم يستعملوا الجهاز يعني او البرنامج، ماشي. inviting all staff to participate in weekly safety walk round، جميل، موافقين عليها من الإجابة اللي قبلها. Provide a quarterly summary on leadership response to voluntary reports. نعمل معاها quarterly summary أو تلخيص ربع سنوي، أو يعني كل 3 4 شهور كده بنتكلم عن ال leadership response عن ال voluntary reports دي عملنا فيها إيه. جميل، ماشي، خلينا نشوف بقية الإجابات يمكن يطلع حاجة أحسن. Reminding staff through weekly emails to enter near miss and error data in the electronic reporting tool. نبعت ريمايندنج ايميل للناس عشان يعملوا ريبورتنج عن النير مس والايرور داتا في الالكترونيك ريبورتنج تول، هي مش وحشه، معقوله،
طب نشوف اللي بعده. Assigning shift manager the responsibility to attend the executive walk round session. نسمح فقط للشيفت مانجرز ان هم اللي مسؤولين فقط على عن حضور الاكزيكتيف ووك راوندز، يعني الشيفت مانجر بس مش الستاف زي ما قال في الاختيارين اللي فاتوا، واللي هي اصلا احنا قلنا انها حاجه حلوه ان انا انفايت كل الستاف ان هو يبارتيسيبيت في الويكلي سيفتي ووك راوند. طيب دي هتخليني كده افكر ان الاجابه سي دي مش عجباني. خلينا نشوف برضو بقيتها. Posting the number of electronic reports submitted by employee name. اه لا، هنا بقى انا كده استحاله اختار سي. ليه؟ ده بيقول لي انا هعمل ايه؟ هكتب الايه؟ هكتب الريبورتات وهقول اعداد الريبورتات اللي اتعملت والامبلوي نيم، مين اللي كتب الريبورت ده؟ ما هو مين اللي كتب النير مس غير اللي عمله؟ مين اللي كتب النير مس غير اللي عمله؟ وحد شافه؟ لا، هو اللي عمله وهو اللي كتب له الريبورت. فانا اروح اكتب باسمي كده، يا جماعه انا عملت النير مس ده، يا جماعه انا كنت هعمل هدي اوفر دوز للمريض ولحقته والناس كلها تعرف اسمي وان انا اللي غلطت. طبعا سي استحالة هختارها عشان فيها كده حاجتين مش هينفعوا خالص. Developing a simple reporting solution for handwritten voluntary reports. بيقول لك ايه، عايزين نعمل كده simple reporting solution، يعني نعمل زي حل ان احنا نبسط شوية من عملية الريبورتنج for ال handwritten voluntary reports. لإيه؟ للريبورتات اللي بتتكتب بالإيد. صباح الخير، اول كلمه في السؤال قال لي الكترونيك فولنتري ريبورتنج سيستم. دي مستشفى بتشتغل اصلا بالكترونيك فولنتري ريبورتنج سيستم، تقوم انت بقى هتعمل لها ريبورتنج للهاند ريتن فولنتري، تعمل سيمبل ريبورت للهاند ريتن فولنتري ريبورتس. طبعا دي مش هينفع ان انا اختارها لان اول حاجه فيها اصلا شال من دماغه فكره ان ده اصلا الناس مستشفى شغاله بالكترونيك فولنتري ريبورتنج سيستم. بيقول لك انا هعدل لهم على ايه؟ على الهاند ريتن. طب ما ده ما ينفعش. طب خلينا نشوف بقيتها. Sending copies of collected reports monthly to the quality department. بيقول لك هنبعت نسخة من الريبورتات للكواليتي ديبارتمنت كل شهر. ما يعني ماشي، ما فيش مشاكل عادي. And declining participation in executive walk round to protect patient privacy. ومش هنخلي بقى حد خالص يشارك في الاكزيكتيف ووك راوند عشان ايه؟ نحمي البيشنت برايفسي، الخصوصية بتاعة المريض. دي برضو طبعا ما تنفعنيش. فاختار بقى A B C D. احنا كده وضحنا كل واحده فيهم فيها حاجه مش صح. يعني ايه كان بيتكلم فيها على الشيفتي سيفتي مونيتور، قلنا دي مش صح. سي قال فيها على ان هو هيخلي بس الشيفت مانجرز اللي يشاركوا في الاكزيكتيف ووك راوندز وهيبوست باي النيم، طبعا ده ما ينفعش. وفي دي رجعني تاني للهاند ريتن وقال لي همنع خالص البارتيسيبيشن في الووك راوند. فطبعا هي الاجابه الصح طبعا زي ما حضراتكم قلتم بي، طبعا هي بي افضل اجابه. فيها 3 حاجات كلهم كويسين، هنشير الليسون، هنسمح للاستاف تو بارتيسيبيت، وهندي للاستاف ده فيدباك عن الريبورتات اللي هم عملوها. لان انا بقول له ايه؟ بقول له انا هعمل لك بروفايد كوارترلي سمري اون الليدرشيب ريسبونس تو فولنتري ريبورتس. لو فاكرين معانا في الريبورتنج سيستم، في الريبورتنج كالتشر، كنا بنقول ايه؟ اولا الناس اطمنت فعملت لي ريبورتات، ثانيا بديهم فيدباك عشان يستمروا في عمل الريبورتات. فانا لما اقول له ايه الليدرشيب ريسبونس يبقى انا كده بديله فيدباك. انت شوف الفولونتري بتاعك لتشجيعهم، طبعا شوف انت الريبورت بتاعك ده احنا استجبنا ليه وعملنا حاجات الفلانيه، شوف الليدر شيب ريسبونس للفولونتري ريبورت بتاعك اهو، ده فيدباك يبقى هيستمر في عمل الريبورت ده. طبعا بيدعم الريبورتنج كالتشر وبيدعم الانفورمد كالتشر. انا معلمه لكم هنا بالاحمر على الحاجات اللي كل اجابه فيهم مش صح. Which of the following، سؤال بسيط خالص، Which of the following is an example of never event or sentinel event؟ مين من دول نعتبره never event أو sentinel event؟ Missed dose of an antibiotic، نسينا ندي جرعة antibiotic. Patient fall that result in a pursued tailbone، مريض وقع وحصل له كدمة. Fever of 101.2 فهرنهايت after a blood transfusion، ارتفاع في درجة الحرارة بعد نقل الدم. ولا patient suicide in deep psychiatric ward. طبعا احنا من اول ما قرينا السؤال وحضراتكم طبعا never event رحنا على ايه؟ patient suicide. طبعا patient suicide اكيد انتحار مريض عندي، او حتى السويسايد اتمت، او اللي هي محاولة، اسهل سؤال، محاولة الانتحار حتى بنعتبرها never event او sentinel event. حتى لو فشل في الانتحار بيحاول، بس بيattempt suicide بيحاول ينتحر، ده برضو بالنسبة لنا never event او sentinel event. لان بيحاول ينتحر دي يعني في حاجه في المستشفى وفي الاوضه اللي هو قاعد فيها، خصوصا سايكاتريك، في حاجه يقدر ينتحر بيها، ده برضو نيفر ايفنت. يعني انت ازاي اصلا سامح لوجود حاجه في القسم او في الغرفه اللي المريض مقيم فيها
تخليه لو كان بيهدد ان هو ينتحر برضه، ايوه برضه لو كان بيهدد ان هو ينتحر ده برضه نيفر ايفنت او سنتينال ايفنت. يعني كان في من ضمن الاسئله كده بيتكلم على ايه، بس ما كانش في السي بي بي اس، ده كان عندي في السي اي سي، انه مريض حاول ينتحر باستخدام رباط الحذاء بتاعه. هو كان برضو بيسأل عن السنتينال ايفنت، اه ده سنتينال ايفنت، هو بيحاول ينتحر ولقى حاجه ينتحر بيها في المكان اللي هو قاعد فيه في الاوضه، في برضه كان سايكاتريك وورد برضه دايما كان يسأل عليه، لان محاولات الانتحار في الدول الاوروبيه عاليه جدا. فلو مريض انا عندي في سايكاتريك وبيحاول ان هو ينتحر، ده معناه ان اصلا في حاجه في الاوضه اللي هو قاعد فيها يقدر ينتحر بيها. يعني هو ربط الرباط الحذاء بتاعه ده، ربطه في بعضه وكان ممكن ينتحر بيه، كان بيحاول ان هو ينتحر بيه. فدي طبعا ايه، نيفر ايفنت او سنتينال ايفنت. نيفر ايفنت زي ما قالت الناشونال كواليتي فورم، او سنتينال ايفنت زي ما قالت ايه الجي سي ار. طبعا احنا عندنا الليست ب 29 ايفنت لازم ان احنا نقراهم، لان هم مهمين ان احنا نعدي عليهم بس ونقراهم، علشان بيجي لك سؤال زي السؤال اللي عدى ده، لو انا مش عارف، او ممكن يبقى حاجه غير السويسايد، يعني ممكن ما يبقاش حاجه صريحه قوي كده، ممكن يجيب اي حاجه تانيه، الرونج سايد سيرجري، مش عارف ريتين ذا فورين بودي، الحاجات دي كلها لازم ابقى عارف ان دي سنتينال ايفنت، عشان ايه ما اتلخبطش واضيع سؤال زي ده في الامتحان، حرام ده يضيع، ده احنا نزعل لو ضاع ده. طب السؤال 25 بيقول لي a medication error occurred and resulted in a severe adverse outcome in addition to informing the patient and or family a patient safety professional should ايه. في عندنا medication error حصل واعتبرنا وده ادى لايه severe adverse outcome، مع ان انا هعرف المريض واسرته، المفروض البيشنت سيفتي بروفيشنال يعمل ايه؟ perform a regression analysis، يعمل regression analysis، implement new technology، يجرب تكنولوجيا جديدة، assign the employee involved، يحدد مين ال employee اللي كان involved في الحدث، conduct root cause analysis. وطبعا انا شايفة root cause analysis على طول، كله اختار دي طبعا اكيد، انا هعمل disclosure، هعمل root cause analysis، احنا حتى قلناها في الكندور، في الكندور process، ان انا هعمل ايه، هعمل يعني اول حاجه هبريورتايز طبعا البيشنت سيفتي، وهشوف هعمل ايه عشان امنع الايرور او امنع الهارم، يعني واقلل الهارم اللي وصل للبيشنت، هديسكلوز الموضوع مع البيشنت، وفي نفس الوقت هعمل root cause analysis للحدث اللي حصل، سواء adverse event sentinel event او near miss، انا بعمل ايه، بعمل بعمل root cause analysis، لكن adverse event sentinel event بعمل disclosure، near miss طبعا ما بعملش disclosure، لان ما فيش harm وصل على البيشنت عشان اروح اعمل له disclosure، وده دايما بنسال فيه برضو، ان near miss ملوش disclosure، عذرا يعني لو بنكرر الكلام 100 مره بس عشان ما ننساهوش. At university hospital the rate of staphylococcus aureus infection has doubled during the past year. عندنا في مستشفى جامعي المعدل بتاع العدوى من الستافيلوكوكس اوريوس، نوع من انواع البكتيريا، دبل الضعف عن المعدل بتاع سالفيت. After reviewing data the hospital's senior leaders concluded that staff are intentionally disregarding the hand hygiene policy. دكتورة أريج السؤال ده أهو، يعني بيجاوبك على سؤالك عن موضوع الإيه اللي مش هقوله دلوقتي. مع مراجعة الداتا لقينا إن الهوسبيتال سينيور ليدر بيقول إنه الستاف، هو كونكلودد خلاص وصلوا للمعلومة إنه الستاف intentionally disregarding الهاند هايجين بوليسي. الستاف بمحض إرادتهم وبكل العمد اللي في الحياة بيعملوا disregarding أو تجاهل للاستخدام بتاع أو الاتباع للهاند هايجين بوليسي. ليه؟ عشان الهاند سانيتايزر dries out their hands. الهاند سانيتايزر من الآخر بيعمل إيه؟ بينشف إيديه. The leader plans to run a test in which they provide a new type of hand sanitizer which contains lotion. خلاص الليدرشيب قال طب خلاص ماشي، هو مشكلتهم ان الهاند سانيتايزر بينشف ايديهم، هجيب لهم نوع جديد فيه لوشن، فيه مرطب عشان يستعملوه. What type of unsafe act is this intervention best designed to address? برافو عليكي. برافو عليكم جميعا. طبعا هي دكتورة أريك على طول جاوبت لنا الموضوع اللي انا مش هقول لك على اسمه ده، اسمه فايوليشن، اه intentionally disregard، هم بكل التعمد اللي في الحياه بيعملوا disregard للايه؟ للاند سانيتايزر عشان بينشف ايديهم، فهم متعمدين خلاص، متعمدين ان هم ايه؟ يتغاضوا عن تنفيذ البوليسي. فهو ماشي وقال لي السبب ان هو الهاند سانيتايزر بينشف ايديهم، وهو بناء عليه الليدرشيب هيوفر لهم نوع جديد، وتوهني شويه في الكلام، من الاخر برضو بيسالني ده الانسيف اكت ده يعتبر ايه؟ يعتبر فايوليشن، هم بيتعمدوا فعل الخطأ. طيب اللي بعده بيقول لي ايه؟ A nurse was assigned to move a patient from an emergency ward to a general ward via a wheelchair.
ممرضة كانت على المفروض هتحرك المريض بتاعها من الامرجنسي ديبارتمنت للجنرال ديبارتمنت من خلال ايه الكرسي المتحرك الويل تشير. وديو تو هير نيجليجنس نتيجة اهمالها the patient fell off المريض وقع منه. Which of the following best describe this event؟ أي من هذا يعتبر ال best describe أو التصنيف الصحيح لل event اللي حصل لل patient بقى؟ Near miss, adverse event, normal event, unexpected event. الحدث اللي حصل adverse event، حدث عكسي أهو، بس وقعته. ما قال لي هو هنا أنت ممكن تمشي ورا hair negligence وتتلخبط شوية وتقول إيه، طب فين reckless behavior، طب فين، طب أعمل لها punish، طب بتاع. بسألكش على ده، بسألكش على فعلها هي، بسأل على الحدث اللي حصل للمريض. طيب السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ جميل طبعا، هو adverse event، برافو. 28 A patient safety professional organization plans to produce an aggregate report on safety patient safety event and issues. patient safety professional في المستشفى عايز يعمل ايه؟ بيبلان او بيخطط ان هو عايز يعمل aggregate report، يعمل report مجمع عن ال patient safety events و issues، المشاكل اللي بتحصل خاصة بسلامة المرضى والأحداث الخاصة بسلامة المرضى. Which of the following represent the best group of such information؟ أي من هذه الخيارات يعتبر هو أفضل مجموعة نجيب منها المعلومات؟ National benchmark، departmental meeting، recall reports. الناشونال بنش مارك اشوف الناس اللي بتشتغل في المستشفيات التانية بيعملوا ايه ونتائجهم ايه واعرضها مع الديبارتمنتال ميتنج، مع الاجتماعات بتاعة الأقسام كلها، مع الريكول ريبورتس، ولا patient satisfaction survey، suggestion proxies، risk management reports. ان انا اشوف السيرفي الخاص بالpatient satisfaction مع صندوق المقترحات والشكاوى، مع الايه الريسك مانجمنت ريبورت، الايه الريبورتات الخاصه بالريسك مانجمنت او باداره المخاطر. سي بيقول لي perform improvement data، environmental safety round، social media posting. يعني شوف كده ايه الداتا الخاصه بال التحسين وال Improvement Safety Round، Environmental Safety Round. نشوف كده برضو في عندنا Environmental Safety Round اللي هي احنا ما درسناهاش في Patient Safety، بس يعني ان احنا بنعمل مرور كده عشان نشوف ايه التنظيف ومش عارف ايه. طيب مع السوشيال ميديا بوستنج، مع البوستات اللي بتيجي على السوشيال ميديا. Event Report System، Patient Safety Round، Patient Complaints. طبعا احنا برضو من اول ما قرأنا السؤال واحنا بنجاوب دي. هو السؤال بيقول لك عايز يعمل ايه aggregation عن ال Patient Safety Events and Issues، عايز يعمل collection للسيفتي كونسيرن، عايز يشوف ايه الابروتشز تو ايدنتيفاي ريسك. كلها بنفس المعنى وكلها قلناها في التجميعه بتاعت ايه methods for collecting safety concern. ايه methods for collecting safety concern؟ السبعه اللي احنا قلنا عليه، اللي من ضمنهم طبعا موجودين في الخيار دي عندي: ال voluntary reporting system، ال learning board، ال patient safety walk around، ال patient complaints and concerns، ال product recall، vendor alert، وال FIMEA وال RCA. احنا قلناهم قبل كده اكتر من مره طبعا، وهي تجميعه مهمه جدا، ان احنا قلنا من خلال السبع حاجات دي انا بشوف الصوره الكامله للمشاكل الخاصه بسلامه المرضى اللي بتحصل عندي في المستشفى، فانا ما اقدرش استغنى عن واحد منهم. ليه؟ كلهم بيكملوا بعض عشان يخلوني اشوف الصوره الكامله للفيل اللي انا مش شايفه في المستشفى، الرعب ده، السيفتي ايفنتس والايشوز اللي موجوده اللي انا اصلا مش عارف مداها ايه، انا مش شايف حاجه فيها. كل واحد من دول بيوريني حته من الصوره دي عشان اشوف الصوره الكامله للايه، للبيشنت سيفتي ايفنتس اند ايشوز في المستشفى، او البيشنت سيفتي كونسيرنز او ريسكس. كلها بنفس المعنى، هيجيبها باي شكل من الاشكال، هم اي ثلاث اختيارات تانيين فيهم حاجه من السبعه دول هختارها مع بعض، لان بقيه الاجابات طبعا اللي موجوده عندنا في A وبي وسي فيهم حاجات ما لهاش علاقه بينا. يعني ناشونال بنش مارك مثلا ما مش هتفيدني بحاجه عشان تجمع لي الداتا بتاعتي انا الخاصه. الديبارتمنتال ميتنج حاجه برود جدا جدا ان انا اشتغل بيها. ايه الديبارتمنتال ميتنج؟ اجيب اجتماعات الاقسام كلها واللجان كلها. مثلا في بي الريسك مانجمنت ريبورت، ايه اللي هيخليني اروح للريسك مانجمنت ريبورتس؟ طب وانا فين البيشنت سيفتي ريبورتس بتاعتي، وفين الحاجات الخاصه بالبيشنت سيفتي بشكل خاص؟ برضه في سي لما قال لي على السوشيال ميديا بوستس، برضه انا هستفاد منها ايه؟ فطبعا هي دي طبعا أفضل إجابة.
29 بيقول لي a healthcare quality professional is teaching staff members to respond to patient complaints. بيعلم patient a healthcare quality professional بيعلم ال staff members ان هم ازاي يستجيبوا لشكاوى المرضى. Which of the following is best most effective behavior when dealing with angry patient. اعمل ايه وانا بتعامل مع angry patient، المريض بتاعي متعصب متضايق زعلان لسه متعرض ل adverse event بسببنا ولا يعني حصل له اي مشكلة. ها ask the patient to calm down، اقول له اهدى، ودي اكتر حاجة بتعصب اي انسان مش بس المريض، اي حد متعصب ما تقولوش اهدى، ما تقولوش اهدى خالص، لا خالص، ده انا لازم اقف عند عصبيته دي واقول له يعني انا مقدر جدا. لحظة انا ما اقدرش ابدا اكلم داون الناس ولا اقول له اهدى ومن فضلك اهدى وما ينفعش تكون بالطريقه دي كل الكلام ده بيعصب الانسان اكتر عموما. يعني دي حاجه ملهاش علاقه حتى بالبيشنت سيفتي، دي لها علاقه مثلا بخدمه العملاء. يعني انت لو سمعت اي تريننج لخدمه عملاء يقول له ايه لما الكاستمر بتاعك يبقى متعصب ما ينفعش تقول له اهدى، او لازم تقول له ايه، بتقول له انا مقدر جدا شعور حضرتك وانا بعتذر جدا عن اللي حصل مش عارف ايه. ليه؟ انك تقدر مشاعره، acknowledge patient feeling. دي او اكتر حاجه بنعملها مش بس مع البيشنت، مع اي كاستمر ان انا شايفه متعصب وطاير هو في السما مش طايق نفسه ما تقولوش اهدى، اهدى دي انت بتدبل العصبيه بتاعته بتضربها تاني في السما. لا انا بنزل بالكلام ان انا مقدر جدا الحاجه بتقوله، حضرتك عندك حق في كل حاجه مزعلاك واحنا اللي وحشين، كل ده يخليه اهدى فعلا من غير ما تقول اهدى. acknowledge patient feeling. انت برضو كان جالنا سؤال قبل كده، بتعمل ايه في الديسكلوجر؟ بتسي سوري طول الوقت، انا اسف، انا حقك علينا اهو، احنا اسفين، احنا اسفين، بتسي سوري. شوف السؤال في منتهى البساطه، بتعمل ايه في الديسكلوجر؟ بنقول سوري احنا اسفين. ريدايركت ذا ديسكشن، ان انت تعيد الديسكشن مثلا او تخلي ديسكشن مثلا انت كنت تقول حاجه حد غيرك ريدايركت الديسكشن بطريقه تانيه، ترمينيت الكونفرسيشن كويكلي، تخلص بسرعه وتمشي. كل الحاجات دي طبعا مش صح، والمفروض ان احنا فعلا بنعمل اكنولوجي بيشنت فيلينج، بنقدر مشاعر الانسان اللي واقف متضايق او زعلان من حاجه ده، ونوضح له قد ايه احنا يعني متعاطفين معاه وان احنا وحشين وهو طبعا كويس جدا. طيب عندنا بعد كده بيقول لي a medical assistant، هو شوفه برضو اسئله طويله لازم ان احنا ناخد بالنا ان هي تتقرا مره واحده، عشان انا مش هضيع وقت في ان انا اقراها بسرعه وبعدين ارجع ما افهمش حاجه فاحتاج اقراها تاني فضيع وقت تاني. اقراها مره واحده كويس، اقراها مره واحده صح. medical assistant used a small blood pressure cuff on a patient who is morbidly obese with hypertension resulting in inappropriate increase in antihypertensive medications. patient عندي المفروض ان هو في المستشفى، دخل معاه او يعني بيتعامل معاه medical assistant مساعد طبي، استخدم small blood pressure cuff، استخدم جهاز للضغط حجم الكف بتاعه صغير، والبيشنت بتاعي morbidly obese يعني المريض بتاعي سمين شوية، عنده شوية سمنة يعني، وعنده هايبرتنشن، عنده ارتفاع في ضغط الدم. لما استخدمنا البلود بريشر كاف الصغير ده على المريض الاوبيز اللي عنده هايبرتنشن ادى لايه؟ ان ابروبريت انكريز ان انتي هايبرتنسيف ميديكيشن. احتاج ان هو ايه يعني العلاج اللي هو بياخده للهايبرتنشن مش هيعالج معانا الهايبرتنشن اللي حصل ده، ان ابروبريت انكريز اداله بقى ايه حاجات عشان ايه يعالج المشكله اللي حصلت له. ان فولو اب فيزيت فور سيفير دايريا از ا سايد افكت اوف ذا نيو انتي هايبرتنسيف ميديكيشن. Which of the following conversation be the healthcare by the healthcare provider include the most appropriate element for patient disclosure of the medical error. بيقول لي في الفولو اب المريض جاي زيارة ف بيشتكي من severe diarrhea as a side effect من العلاج الجديد اللي ادوهوله. المفروض بقى السؤال بيقول لي which of the following conversation، اي من هذه ال conversations او المحادثات اللي قدامنا في ABCD المفروض ال healthcare provider يقولها علشان يبقى ده ايه يعني، او هي تعتبر most appropriate element for the patient disclosure of the medical error. طب لحظة لحظة يا دكتورة أريج، خلينا نقرا مع بعض الاختيارات عشان ايه نجاوب صح. جميل، خلينا نشوف اول اجابة بيقول لي في ايه your diarrhea، لان ممكن اجابة تعجبني بس يطلع في اجابة احسن منها. خلينا نشوف ايه بيقول ايه. Your diarrhea is properly related to the new antihypertensive medicine that we prescribed for you last week. الدايرية اللي عندك بسبب العلاج الجديد اللي احنا اديناهولك الاسبوع اللي فات. We are going to stop the medication. احنا هنوقف العلاج.
which should clear up the diary. احنا هنوقف العلاج اللي والمفروض انه الدايريه تقف معاه. Do you have any questions؟ عندك اي اسئله؟ هي دي elements ماشي، ممكن تبقى موجوده ويمكن الاقي في اجابات تانية حاجات افضل. بي بيقول لي we have identified that the wrong size of blood pressure cuff was used. هنا زود ايه؟ اول ما بدأ قال له السبب بتاع الحاجه اللي حصلت، احنا استخدمنا wrong size blood pressure cuff، ودي حاجه احنا قلنا عليها في الديسكلوجر قبل كده، ان انا لما باجي اعمل ديسكلوجر بعرف المريض ايه اللي حصل بالظبط. ليه؟ عشان ده حق المريض عليا، حتى لو هيرفع عليا قضيه، حتى لو هيرفع عليا قضيه حقه عليا انه يفهم ايه اللي حصل. ليه؟ حتى في الدراسات اثبتوا وفي الابحاث اثبتوا ان المرضى اللي بترفع قضايا على المستشفيات وعلى مقدمين الرعايه الصحيه بيبقى بس عشان يفهم ايه اللي حصل. فاكرين معانا احنا قلنا حتى الابحاث دي وقلنا بالنسب المئويه انه فعلا نسبه كبيره جدا من المرضى بتبقى بس عايزه تعرف البوينت دي، هو انا ايه اللي حصل لي؟ انتوا ايه الغلط اللي حصل؟ ايه اللي حصل لي؟ وعملتوا ايه عشان تعالجوه؟ وهتمنعوا حدوثه ازاي في المستقبل؟ يعني كل الحاجات دي بيبقى المريض عنده رغبه انه يعرفها. لما بيلاقي ان المستشفى متكتمه على الخبر ومقدم الرعايه الصحيه اللي غلط معاه ده اختفى من قدامه خلاص، ما عادش بيتعامل معاه خالص، ومفيش حد من ضمن الناس اللي بتشتغل معاه فهمه ايه اللي بيحصل، بيبدا يرفع قضيه بقى لان هو من حقه يعرف ايه اللي حصل له. فاول حاجه قالها انه ايه اللي حصل؟ ده طبعا مهم جدا. وقال له ان ده ادى ان احنا ايه ريزلت ان بريسكريبشن فور ا نيو ميديكيشن، احنا علشان كده ادينا لك علاج جديد. اهو فهمه ايه اللي حصل له. جميل، ايه الباقي بقى؟ بيقول the new medication is most likely causing your diarrhea، وان في الغالب العلاج اللي انت بتاخده هو الايه المسبب للدايريه. وموست لايكلي ليه بيقول موست لايكلي؟ ليه بيقول له في الغالب؟ لان دي المعلومات اللي عندي دلوقتي. عشان كده احنا قلنا برضو انا بعرف المريض اخر مستجدات عندي حتى لو مش هي المعلومات النهائيه. ليه؟ لان برضو انا المفروض اعمل ديسكلوجر as soon as possible immediately، بعد ما بعالج المريض من المشكله اللي عنده لازم اقول له immediately وديسكلوز وافصح عن الحاجه دي، مش هستنى لما تبقى عندي المعلومات كامله واروح اقول له ده احنا من 3 ايام عملنا لك وادينا لك وانت كنت اخد حاجه غلط. لا، قال له most likely causing your diarrhea، لا ده في الغالب هو السبب. يمكن نلاقي حاجات تانية بقى، يمكن يبقى في حاجة تانية أنا أعرف، بس أنا بقول لك إن most likely العلاج اللي اديناهولك هو السبب في الدايرية بتاعتك. I'm very sorry that you had these unnecessary side effects. أنا آسف جدا لأن حصل لك ال unnecessary side effects دي. وده اللي إحنا لسه قايلينه دلوقتي من سؤالين. لازم من سؤالين إيه؟ من سؤال إن أنا سوري، أنا آسف. أنا آسف على إن ال side effects دي حصلت لك. We have a new process to prevent this from occurring again. إحنا عندنا حاجات او نيو بروسيس او عمليه جديده هنمنع من خلالها ان ده يحصل مره ثانيه. ودي برضو من ضمن البوينتس او من ضمن الكومبوننتس بتاعت عمليه الديسكلوجر، ان انا اقول للمريض بتاعي ايه هي الستبس او الخطوات اللي هاخدها كفيزيشن او اللي هتاخدها المؤسسه لمنع حدوث الحاجه دي في المستقبل. دكتور اريك، طيب خليكي معايا بس لما نجاوب لما نكمل. Do you have any question؟ في الاخر بقول له عندك اي اسئله ثانيه؟ ف الاجابه بيه كده شامله معايا كل ديسكلوجر كومبوننت. انا قلت له ايه الهارمفول ايرور اللي حصل له، وضحت له ده ليه حصل، ايه الايفكت اللي حصل من الموضوع ده، ازاي همنع الايفكت ده او هقلل او ازاي هقلل حدوثه، هعمل ايه عشان امنع الريكورنس بتاعه، واي كويتشنز عندك قولها لي وانا هجاوبك عليه. ده في بي. طب انا بي بالنسبه لي كده ايديال، خليني اشوف سي يمكن فيها حاجه. سي بدأ بايه عشان الناس اللي اختارت سي؟ Our medical assistant used the wrong size of blood pressure cuff. أول حاجة عملتها سلمت الراجل، قلت له عارف الميديكال اسيستنت اللي اشتغل معاك ده هو السبب في كل اللي احنا فيه دلوقتي. ليه؟ ليه تقول له ليه؟ ليه تقول له إن السبب إن فلان الفلاني غلط فيك، عايزه يستناه قدام المستشفى يقتله يعني؟ ليه؟ مفيش داعي. احنا في بي قلنا له we have identified، احنا اكتشفنا ان احنا استخدمنا معاك الرونج سايز ايه بلود بريشر كاف. هو عارف مين اللي استخدمها معاك، بس انت بدأت الكلام في سي قلت له فلان الفلاني اللي غلط فيه. ليه؟ مفيش داعي. احنا بنقول عموما حتى احنا في الديسكلوجر كنا بنقول ايه، لازم يبقى عندنا كده ديزاين رول ونحدد اشخاص ومسؤوليات الشخص اللي رايح ده، وفي حالات ما بناخدش معانا فيها خالص الشخص اللي غلط. وقلنا قبل كده لو تريني والحاجات وقلنا السيناريوهات وقلنا بنعمل ايه مع كل سيناريو فيهم، مين يروح ومين ما يروحش. ليه اقول له فلان فلان اللي غلط معاك؟ ليه؟ ملهاش اي لازمه.
طيب كمل الكلام. So we changed your medication and that is what is causing your diarrhea. شوف بقى كل اللي حصل ده بسبب، عارف الدايريا والبهدله اللي انت فيه دي بسبب ركب لك البلود بريشر كف اللي بقى اسمه مش كويس. I will stop the new medication and that should clear up your diarrhea. I'm very sorry this happened. وقال له ايه؟ انا اسف. مثلا طب فين مثلا احنا هنعمل ايه عشان نمنع الريكرنس بتاع الايفنت ده ليك ولغيرك من المرضى؟ فين ال any questions او نعرض عليه ان هو لو عايز يسالني اي سؤال؟ فين؟ مفيش بقيه الكومبوننتس بتاعت الديسكلوجر مش موجوده. طب دي I think your diarrhea is from the new blood pressure medicine that prescribed because a staff member used the wrong size blood pressure cuff. I'm very sorry this happened and that had to suffer the consequences of having a reaction to the medication. يعني if, of, to the medicine. يعني هو برضو في سي في دي قال اجزاء من الديسكلوجر كومبوننت مش كلها. فانا طبعا الاجابه الايديال بالنسبه لي هي بي. ولو انا برضو لسه عايز ابقى برضو على درايه اكتر بموضوع الديسكلوجر لازم ابقى عارف ان الديسكلوجر ده ليه كومبوننتس او ليه اجزاء لازم تكون موجوده. يعني وفي بي هو قال لي كل الاجزاء دي الديسكلوجر لكل الهارمفول ايرور. ده هارمفول ايرور حصل على المريض فانا رايح اعمل عليه ديسكلوجر لانه ادفرس ايفنت. explanation to why the error occurred. هو ال error ده حصل ليه؟ حصل علشان احنا استخدمنا blood pressure cuff مقاسها غير سليم. how the error effect will be minimized. احنا ازاي هنقلل من ال error اللي حصل عليك او ال effect بتاعه ازاي؟ من خلال ان احنا هنوقف العلاج الجديد. step اللي هناخدها ك physician او organization to prevent ال recurrence. احنا هنعمل ايه عشان نمنع ده من الحدوث مرة تانية؟ قال له احنا هناخد new process to prevent this from occurring again. و any questions؟ بسأله do you have any questions؟ قال لي دلوقتي مش عارف مخضوض من الحدث هو وأسرته متضايقين مش عارف ايه. مفيش مشكلة خالص أوفر لك رقم تليفون لو عندك أي أسئلة في أي وقت تتواصل معانا على الرقم الفلاني هنجاوبك على كل الأسئلة اللي تخطر على بالك مش عارف ايه كل الكلام ده. وطبعا إن أنت بتعتذر طول الوقت say sorry إن احنا آسفين عن الحاجة اللي حصلت له. فدي طبعا الديسكلوجر كومبوننتس كلها متوفرة بالنسبة لي في الإجابة رقم بي. ايديال بالنسبة لنا ايديال. وضحت كده دكتورة أريم؟ وضحت للجميع؟ طب الحمد لله ماشي. السؤال اللي بعده ده سؤال ايه؟ بونبوناية. بيقول لك يلا خد خد في الامتحان بونبوني بقى. Failure mode effect analysis of FEMIA provide which of the following types of review? Proactive, retrospective, concurrent, retrospective. أنا كاتبة retrospective مرتين. أكيد كنت أقصد حاجة تانية غير retrospective التانية دي. بس هي عموما طبعا أيا كان اللي هيتكتب هي proactive. أكيد يعني بونبونية يعني السؤال ده بونبوني. في بونبوني بيتوزع في الامتحان يعني. لأن فعلا في أسئلة بتبقى بسيطة جدا يعني. وده اللي بيوضح لنا فكرة إن الامتحان ليه 110 سؤال في 120 دقيقة. ليه؟ علشان في أسئلة فعلا مش هتاخد منك يعني 15 ثانية 20 ثانية أقصى حاجة. أنت إحنا قرينا السؤال ده في 10 ثواني. السؤال زي ده مش هقف عنده يعني. بس أركز وأنا بحله عشان ما أضيعوش في الفاضي. طيب your clinic is working hard to improve its hand hygiene compliance rates but the progress has recently بلاتوود. يعني ايه؟ يعني عندي الكلينيك او العياده اللي عندي في المستشفى او في عياده بتشتغل هارد بتشتغل كويس عشان تمبروف الايه تحسن من الهاند هايجين كومبلاينس ريت او معدل الالتزام للهاند هايجين. بس البروجرس بتاع العمليه دي يعني زاد فتره وبعدين وقف خلاص استقر. ده معنى كلمه بلاتود يعني. You survey staff to learn more about their experiences. يعني انت بتعمل survey للستاف عشان تشوف كده او تفهم اكتر عن تجربتهم في موضوع الهاند هايجين ده يعني. Which finding would suggest it may be time to start punishing individual providers who violate the hand hygiene policy. امتى تعتقد انه الوقت المناسب ان انت فعلا تقدر تقول احنا هنبانش الناس اللي بتفايوليت الهاند هايجين بوليسي او اللي بتتعدى عمدا على عدم تنفيذ الهاند هايجين بوليسي؟ امتى اقدر اقول ان انا هبانش الناس خلاص اللي هيعمل لي ريكلس ولا فايوليشن هبانش خلاص مفيش بقى حاجه تانية.
لو الموست ستاف ممبرز دو نوت اندرستاند ذا هاند هايجين بوليسي، لما يبقوا مش فاهمين البوليسي، لما يبقى الستاف بتاعي مش فاهمين البوليسي اصلا، ولا الموست ستاف ممبر فايند سوب ديسبنسر ديفيكالت تو فايند اور اكسس، لما الموست ستاف ممبرز يبقوا مش لاقيين السوب ديسبنسر او لاقيين ان هي صعب جدا يوصلوا لها او صعب جدا يلاقوها. احيانا بيبقى عندنا كده في المستشفيات، في حوض غسيل ايدي وفي ادوات غسيل الايدي كلها ومستلزمات ومش عارف ايه ومناديل وصابون وبتاع، وموجودين في حته ورا عمود، عشان اروح لهم لازم امشي اليونت كلها. هل وقتها اقدر احاسب الناس؟ الكلام ده ملوش دعوه بسلامه المرضى، الكلام ده ليه دعوه بالعقل. انا دلوقتي مخلي الادوات بتاعه غسيل وتنظيف الايدي دي موجوده في اماكن مش اكسسبل للناس او صعب ان هم يلاقوها، هل وقتها اقول ان انا هحاسب الناس؟ طبعا مش هحاسبهم، هحاسبهم باي عين يعني؟ معلش انا حتى بقول كده للتمريض والدكاتره وانا بضربهم انفكشن كنترول، بقول لو احنا كمستشفى مش موفرين الحاجات دي انا مش هقدر احاسبك. Most staff members find it difficult to remember to use soup dispenser without reminder. انه يعني معظم الستاف ممبرز يجدوا انه صعب جدا ان هم يفتكروا ازاي يستخدموا السوب ديسبنسر من غير ريمايندر، ولا الموست ستاف ممبر فايند ذا هاند هايجين بوليسيز كلير اند ايزي تو يوز؟ لما الستاف ممبرز كلهم يبقوا شايفين الهاند هايجين دي كلير وسهل ان هم يتبعوها، والهاند هايجين بوليسي طبعا بتشمل حاجات كتير من ضمنها انه يبقى اصلا الادوات بتاعه غسيل وتنظيف الايدي وتطهير الايدي دي متوفره وفيها كل الاحتياجات اللي هم محتاجينها واكسسبل ليهم وايزي فايندنج ومش عارف ايه كل الدنيا دي، وقتها تحاسبهم. لما يعني تبقى الدنيا كلير وايزي تو فولو وايزي تو يوز، وابقى حاسبهم واقول دول بقى بيفايوليت البوليسي وهعمل بانشمنت وهعاقب وبتاع. واضح كده؟ طبعا ده سؤال برضو سهل، هو بس يعني ممكن كده ما تبقاش فاهم هو يقصد ايه من السؤال، بس هو بيقول لك امتى تبدأ تحاسب وتعاقب الناس؟ لما خلاص يبقى الحاجة بالنسبة لهم كلير وواضحة، يبقى مكلف يعني، حتى كنا بنقول كده يعني ولله المثل الأعلى يعني. امتى الطفل ده المفروض ان هو يتحاسب على الصلاة؟ امتى ربنا بيحاسبنا على الصلاة مثلا؟ لما نبقى بالغين. قبل كده خلاص انت قاعد طفل ماشي، لكن خلاص انت كبرت خلاص كفاية، اتحاسب بقى، اتحاسب بقى. طيب 33، what is a spore؟ بونبوناية تانية. يلا، ال spore دي system for delivering information، system for identifying area for improvement، system for assessing patient values، ولا system for conforming recipient of information؟ لا نقاش يعني، والله كله قال، كله قال، فهي طبعا الإجابة الصح. بننقل بها معلومات. ماشي، السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ ايه an 80 year old male was admitted to a community hospital. History include mild congenitive impairment. مريض عنده 80 سنة دخل المستشفى وعنده mild congenitive impairment، عنده ايه يعني؟ ايه شوية كده تشوش في التفكير يعني. ماشي. Several hours after admission, the patient eloped and was hit and killed by a truck as he crossed the highway. المريض بعد ساعات من دخوله هرب من المستشفى، إلوبد، هرب من المستشفى، اتخبط، خبطته عربية ومات وهو بيعدي الشارع. Patient safety professional should explain that regulatory agencies may be informed because إيه؟ ال patient safety professional المفروض إن هو يقول إنه ال regulatory agencies المفروض تبقى يتم إبلاغها بالحدث، عشان إيه؟ عشان elopement and death may generate local and national media interest، عشان الموضوع بتاع هروب المريض ووفاته ده ممكن يعمل لنا لوكال وناشونال ميديا انترست، ان تبدا كده الصحافه والاعلام وبتاع يعني يهتموا بالموضوع. The family deserves an explanation of how and why this occurred، عشان الافراد اسره المريض ده من حقهم ان هم يتقال لهم مبرر وسبب وتوضيح للي حصل، ولا عشان ده serious reportable event as defined by national quality forum، ولا البوليسي will investigate and interview the clinical staff، عشان قصدي مش البوليسي، البوليس، البوليس دي بوليس على فكرة، دي بوليس، عشان البوليس هي هي هيرجع لإيه؟ للكلينيكال ستاف ده، وي investigate وي interview الكلينيكال ستاف A B C D، تفتكروا إيه؟ C
طب وإيه وحشة؟ الناس اللي كانت ما بين A و C، احنا وضحنا قبل كده الموضوع ده. C طبعا هي الإجابة الصح، ده serious reportable event زي ما قالت الـ National Quality Forum، أو يقول لك ده sentinel event زي ما قالت الـ JCI، اه كل ده صح. لكن يقول لي هنا في A إنه هي generate local and the national media interest. طب افرض إن الحدث ده ما جذبش انتباه الإعلام ولا الصحافة، هينفي فكرة إنه ده serious reportable event برضه، والمفروض إن احنا الريجولاتوري ايجنسيز تبقى انفورمد بيه؟ حتى وقتها قلنا مثال، افرض في نفس وقت هروب المريض ده وفاته كان حاصل حدث تاني في نفس اليوم، كان في زلزال، كان في اي حاجه في الدنيا، اخد انتباه الاعلام كله، محدش هيركز بقى وقتها ان في مريض في البلد الفلانيه هرب من المستشفى وخبطته عربيه ومات، لا محدش هينتبه للحدث ده اصلا، هتلاقيه مثلا بوست كده على فيسبوك يعني، لكن مش هيتكلموا عنه في الصحافة والإعلام يعني. فطبعا هي الإجابة الصح هي سي، serious reportable event as defined by National Quality Forum أو sentinel event as defined by A ال GCR. An emergency department tracks away wait times from patient arrival to physician assessment. السؤال ده هايف هايف والله، تافه بس هو في كلمة نفهمها عشان نجاوبه صح. الـ Emergency Department بيعمل تراك للـ wait time from patient arrival to physician assessment، بيتابع الوقت الانتظار بتاع المريض من ساعة ما بيوصل المستشفى لحد ما الطبيب بيعمل له تقييم. Data is reported using a run chart، عملوا الريبورت على run chart، يعني وضحوا الداتا دي على display للداتا على run chart. Which of the following demonstrate a true statistical increase in treatment delay؟ اي من الخيارات دي يعتبر فيه زيادة حقيقية لانه التأخير عندنا بيقل، او انه يعني which of the following demonstrate true statistical increase in treatment delays، يعني ان التأخير عندنا قصدي بيزيد، increase treatment delay، التأخير او يعني تأخر العلاج على المرضى بيزيد. ال increase ده اشوفه ازاي على الرون شورت؟ 6 consecutive ascending data points، ان انا اشوف عندي 6 نقط طالعين ascending increase ascending، ولا 7 consecutive descending data points 7 نقط نازلين، ولا zigzag pattern of 10 data points، ولا data point are close to the mean line A B C D. بي كنت مستنياها والله، والله كنت مستنياها، كنت مستنيه حد يجاوب بي كده عشان نشرحه. شوفوا بقى حلوين، increase، شوفوا كده معانا الشورت اللي تحت ده انا كده لما اشوفه من بعيد كده انا مش قاري اي حاجه عليه، مش فاهم اي حاجه، بس انا ملاحظ ايه، الديتا بوينتس دي بتزيد، شوفوا كده معانا الديتا بوينتس دي عماله تطلع 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 اهي، ده increase اهو. ال increase ده اسمه ايه؟ اسمه ascending data points، نقاط عمالة تطلع لفوق، ده ascending data points، واقدر اعتبرها معناه ده true statistical increase in treatment delay، ان انا في عندي 6 ascending data points، 6 points عمالين يطلعوا لفوق. طب لو قال لي بدل increase دي decrease، يبقى المفروض ان انا هشوف الداتا بوينتس دي بتنزل، فده اللي اسمه descending decrease descending data points، تمام؟ عشان حتى ما تنسوهاش، هي decrease descending، واضح جميل. طب شوفوا بقى عندنا السؤال بقى ايه الاجابه بقى بتاعت دي، بيقول لك ايه data points are close to mean line، هو المين line ده اصلا انا بشوفه في الرون شارت،
ولا كنترول؟ في الران طبعا. غلط. في الكنترول. المين لاين ده بتاع كنترول شارت، مش بتاع الران شارت. الران شارت بيشتغل بالميديا، بيشتغل بالميديان. عشان ما تنسيهاش يا دكتورة أريج، احنا كنا بنقولها كده، كنترول مين، هات كنترول مين. الكنترول شارت هو اللي بيشتغل بالمين، لكن مش الران شارت. الران شارت بيشتغل بالميديان. فأي إجابة أصلا وهو بيقول لي في السؤال إن أنا شغال على ران شارت، أي إجابة فيها مين أنا مش هختارها، لأنه أصلا المين لاين ده مش موجود في الران شارت، ده موجود في الكنترول شارت. وضحت؟ ascending increase descending decrease. اوكي جميل. طيب نشوف السؤال اللي بعده، بيقول لي which of the following is an example of a forcing function. اي من هذه الخيارات يعتبر example عن ال forcing function. changes the design of equipment so that cords can't be connected to the wrong machine. ان الاكويبمنت ديزاين يمنع من انه اركب كورد في مكان مش بتاعه، او الكورد يركب في رونج ماشين. طبعا. طيب ماشي، احنا موافقين يعني ان ايه هي الفورسينج فانكشن. طب خلينا نشوف بي بقى، واكتبوا لي بقى في الشات. use two nurses to independently calculate high risk medication dose. ده يعتبر اي الاكشنز في الهيراركي اوف اكشن independently calculate. يلا اكتبوا لي بقى. strong intermediate weak. طيب اسمه ايه بقى؟ ال independent double check ده ليه اسم تاني؟ اسمه ايه؟ لسه قايلها اول محاضرة. اكتبوا لي، مش هنمشي، هنفضل قاعدين. ايوه redundancy. برافو برافو عليك دكتور اريك، صح اسمه redundancy. طيب سي require quiet for nurses when they are programming medication bomb. ده اسمه ايه عندنا؟ يعتبر strong intermediate weak. سي اللي احنا قلنا عليه ال elimination او ال reduce of distractions يعتبر strong intermediate weak action. ها اللي عنده شغل الصبح وعايز ينام يكتب عشان يخلص وينام، مفيش فايدة، هنفضل قاعدين. لا مش weak، مش weak. لا سي بيقول ايه require quiet for nurses when they are programming medication bomb. الهدوء، عايزين نوفر هدوء للعاملين او الممرضين وهما بيعملوا بروجرامنج للميديكيشن بومب. ده اللي احنا بنسميه عندنا ولا سترونج. كده قلت كل الاجابات اللي مش صح. ده اللي بنسميه عندنا elimination او reduce distraction، وقلناها في الانترميديت اكشنز. قلنا provide quiet room for programming السمارت انفيوجن بومب، ريفيو ريموف الديستراكشنز عن النيرسز وهم بيعملوا بروجرامنج للميديكيشن بامب، نصا قلناها كده في الجدول. الاليمينيشن او ريديوس الديستراكشن ده انترميديات اكشن، انترميديات اكشن، ان انا اوفر غرفه هاديه الناس تعمل فيها بروجرامنج للميديكيشن بامب، بحيث ان هو يبقى قاعد في مكان الدنيا هاديه ومش عارف ايه، ده كله انترميديات اكشن. جميل. طيب سي دي implement computer alert for drug drug interaction. اعمل alert بقى ده ايه؟ الالرت، الوارنينج، الكوشن ليبل، خد بالك الحق حاسب، وارنينج تحذير، ده تبع ايه؟ سترونج انترميديت ويك. مش ماشي، احنا قاعدين على السؤال ده يعني، اقعدوا زي ما تحبوا، احنا قاعدين، انا قاعده ما ورايش حاجه. السؤال ده يا جماعه ما ينفعش يضيع مني، انا بيجي لي اكتر من سؤال على الهيراركي اوف اكشن،
ماشي، فاحنا محتاجين الهيرارك في اكشن ده. لحظة عشان الشاشة ايه علقت. لا ويك مش انترميديت يا جماعة، ويك. الهيرارك في اكشن ده لو انا لسه ما طبعتوش وحطيته زي ما قلت، ما طبعتوش وحطيته قدام مني كده في الأوضة رايح جاي وفي الشغل رايح جاي، هطبعه النهاردة، اطبعه بقى خلاص ما عادش وقت. ايه السترونج اكشن، انترميديت اكشن، ويك اكشن. السترونج اكشن دي اللي احنا قلنا فيها ولسه قايلين في سؤال من الأسئلة، ليس ريلاينس اون الهيومن ميموري تماما، بحاول ان انا اقلل على قد ما اقدر ان انا اعتمد على ذاكره الانسان. الامثله عليها ايه؟ الاركتكتشرال او الفيزيكال بلانت او تشينجز اللي احنا قلنا فيها ان انا بغير من التصميم بتاع المستشفى، بحيث ان انا ده بالنسبه لي بيبقى سترونج اكشن. زي ما قلنا بغير الانواع مثلا بتاعت الابواب اللي عماله بتدور دي بانواع تانية تكون ايه؟ سهل ان هي تتفتح، اول ما الانسان يقف قدام منها تفتح على طول، عشان ما ندوخش الناس معانا سوينجينج دور ده والحاجات دي، اعملها في اي حته تانيه غير المستشفيات عشان تقلل من البيشنت فول او اللي هي ايه سقوط المرضى. طيب من ضمن السترونج اكشنز برضو اللي فيها ليس ريلاينس اون ميموري، لسه قايلين الفورسينج فانكشن او الانجينيرنج كنترول. في عندنا كمان نيو ديفايس ويز يوزابيلتي تيست، ان انا استخدم اداه جديده او اله جديده واعمل لها يوزابيلتي تيست، او ان انا اعمل لها اختبار للاستخداميه او الهيوريستيك تيست قبل الاستخدام عشان احدد النوع بتاع الاله المناسب للبيشنت بوبيوليشن اللي المفروض هعمل له السيرف دي او هعمل له الخدمه دي. الانجرين كنترول او الفورسينج فانكشن اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي في السؤال، ان انا يبقى عندي في حاجات كده نوت فيزيكالي كونكتد مع بعض، مهما حاولت انت بتحاول تركبها ده مش مكانها. انت مركز مش مركز، صاحي تعبان اليوم ده، مش مشكلتنا خالص، هتيجي تركب مش هتركب. ليه؟ عشان هي دي مش بأي شكل من الأشكال حتى مع الضغط مش هتركب. الكورد نفسه ده اللي انت بتحاول تركبه مش عايز يركب، بيقول لك انا مش بركب هنا، مش معتمدة خالص على دماغك ولا على تفكيرك ولا على ذاكرتك، انا معتمدة على ايه؟ على ان الجهاز نفسه بيقول لك مش هتعمل الغلط، هتعمل الصح. سمبليفاي البروسيس وستاندردايز البروسيس. سمبليفاي البروسيس لسه مقابلنا دلوقتي في سؤال ما قالهاش سمبليفيكيشن دايركت، او جابها ازاي في السؤال؟ قال لك ريموف الانسيسري ستيب من البروسيس، او ان انا اخلي البروسيس بتاعتي ليس دينجرس، اشيل منها unnecessary ستيب، ده سمبليفاي البروسيس وده سترونج اكشن. ستاندردايز الاكويبمنت او البروسيس، ان انا اعمل ايه؟ اعمل ستاندردايزيشن، انا موحد انواع الدي سي تشوك عندي في المستشفى، في الدور الاول زي الدور العاشر بتشتغل تحت فوق البلو كود تيم، هيروح في اي قسم من الاقسام هيشتغل بنفس نوع الدي سي تشوك. الستاندردايزيشن ده برضو واحد من ضمن السترونج اكشن. التنجنبل انفولفمنت باي ليدر شيب، وقلناها اكتر من مره، انا عماله اقول لك في السترونج اكشن مش هعتمد على الانسان وهقلل الريلاينس على الهيومن ميموري، جميل جدا. جيت عند الليدر شيب قلت لك ان الليدر شيب انفولفمنت لا ده سترونج اكشن، اشمعنى؟ عشان الليدر شيب غير، وقلنا الكلام ده المحاضره اللي فاتت، الليدر شيب غير اي حد في الدنيا. الليدر شيب انفولفمنت عندي في المستشفى بيخلي فعلا ده بالنسبه لي سترونج اكشن، ده فعلا اكشن او فعل قوي في تكوينه كده قوي. ليه؟ لان ده ليدر شيب، هيوفر لي ريسورسز، هيدعمني، هيسبورت، هيسيبني اشتغل، بيسبورت الروت كوز اناليسيس بروسيس مثلا، في ان هو يقول لك ده شغلك، انا مش عايزك تعمل الروت كوز اناليسيس سكويرد ده جنب شغلك، انت شغلانتك عندي الروت كوز اناليسيس سكويرد ده يخلص، تحدد لي فين المشاكل وتوصلني للاسباب الجذريه ليها وايه الاكشنز اللي احنا المفروض ناخدها. جميل، ده سترونج اكشن. مش عايزين بقى ننسى الجدول ده تاني، ده مهم جدا هيقابلنا في كل الاسئله، ده السترونج اكشن. طب انترميديت، انترميديت اكشن قلنا ايه؟ ريدندنسي اول حاجه اللي احنا لسه قايلينها في السؤال، اندبندنت دبل تشيك واندبندنت فيها اي ان، اندبندنت دبل تشيك ان في عندي تو نيرسز بيعملوا كل واحد لوحده الكالكيوليشن وبعدين يراجعوها مع بعض، ده ريدندنسي، يجي لك ريدندنسي يقول لك اندبندنت دبل تشيك لحاجه، اندبندنت كالكيوليت لحاجه، كل الحاجات دي تو نيرسز، كل ده ريدندنسي. تو نيرسز اندبندنت دبل تشيك او اندبندنت كالكيوليت، ده ريدندنسي. انترميديت اكشن انكريز الستاف، يقول لك هزود ستاف، هقلل الورك لود، هعمل الفلوت ستاف، هجيب ستاف كده قاعدين مستنيين بس ان يبقى عندي اي قله في الستاف في اي قسم يروحوا يشتغلوا مكان عشان نقلل الورك لود على الناس، ده انترميديت اكشن. اه اكشن كويس برضو، بتقلل فيه الايه الضغط على الناس، بس ما فيهوش ان انا بمنع تماما الاعتماد على الهيومن ميموري، لا انا هنا بقى خلاص دخلت في مرحله ان انا بعتمد شويه على الهيومن ميموري، بعتمد شويه على الهيومن ميموري، فيها شويه ريلاينس على الهيومن ميموري، بس بالنسبه لنا انترميديت اكشن لانه برضو الفعل ده في ذاته كويس معقول، لو عامله مع سترونج اكشن بتوصل للنتيجه اللي انت محتاجها. ريدندنسي انكريز الستاف، السوفت وير انهانسمنت او الموديفيكيشن اللي انا احسن في السوفت وير اللي موجود عندي.
يعني عندي سوفت وير وبعمل له تحسين، مش بستخدم نيو ديفايس في السترونج اكشن، لا ده مجرد ايه تحسين في السوفت وير. عشان كده قلنا في فرق ما بين يقول لك سوفت وير انهانسمنت ونيو سوفت وير. نيو سوفت وير ده سترونج اكشن، سوفت وير انهانسمنت ده انترميديت اكشن. طب ما بعدها عندي ايه؟ اليمينيت او ريديوس الديستراكشن، لسه قايلينها في السؤال، ان انا هخلي الناس تشتغل في كوايت رومز عشان يعملوا هيشوف مكتوبه بنفس النص remove distraction from for nurses when programming medication bump، متقاله نصا نصا في السؤال ده intermediate action. education using simulation based training، مش training، قال لك simulation based training. simulation based training intermediate action، لو قال training بس ده weak action، مش معايا خالص. intermediate action simulation based training. طيب بعدها عندي في ايه؟ التشيك ليست والكونجنتيف ايدز، الحاجات اللي ممكن تساعد الناس ان هي تفتكر، دي انترميديت اكشن. اليمينيشن اوف اللوك الايك ساوند الايك، الاليمينيشن اوف اللوك الايك ساوند الايك ان انا ستور الحاجات دي بعيد عن بعضها عشان الناس ما تتلخبطش وتسحب حاجه مكان حاجه، ده برضو بايه بيعتبر بالنسبه لي انترميديت اكشن. ستاندردايزد كوميونيكيشن تول، مش ستاندردايزيشن، ستاندردايزد كوميونيكيشن تول يعني ان انا استخدم اداه في التواصل تكون ستاندردايزد او ايه ستاندرد، زي ايه؟ ان انا استخدم الريد باك، استخدم الريبيت باك، استخدم اس بار، كل الحاجات دي بالنسبه لنا، الهاند اوف، كل الحاجات دي بالنسبه لنا تعتبر ستاندردايزد كوميونيكيشن تول وانترميديت اكشن. لو قال لي ستاندردايزيشن اوف البروسيس ده سترونج اكشن، طلعنا تاني فوق. انهانس الدوكيومنتيشن كوميونيكيشن، انهانس الدوكيومنتيشن كوميونيكيشن ده برضو بيعتبر بالنسبه لنا انترميديت اكشن، ان انت تعمل هايلايت للميديكيشن نيم وتدوز على الاي في باج، الابيديورال مثلا تروح هايلايت وعامل عليها الليبل بتاعها الندى ابيديورال في الاي في باج مش عارف ايه، الحاجات دي كلها تعتبر انترميديت اكشن. جميل. الويك اكشن الدبل تشيك، ان انا عندي واحد بيحسب والتاني بيقول اوكي بيريفيو بس، ده دبل تشيك ويك اكشن. لو قال لي اندبندنت دبل تشيك يبقى انترميديت اكشن، دبل تشيك بس يعني معناها ان واحد بيحسب والتاني بيراجع عليه يبقى ده دبل تشيك، ده ويك اكشن، ده اوحش حاجه في الدنيا. الورنينج ان انا اكتب لك حاجه اقول لك اه حاسب خد بالك كوشن ليبل تحذير هام، كل الحاجات دي بالنسبه لنا ويك اكشن. نيو بوليسي بروسيدجر الميموريدم او المذكرات جديده، بوليسي جديده اعمل الجايد لاين اخليه كلير شويه، كل الحاجات دي ويك اكشن. التريننج التدريب، ما قاليش ستيميوليشن بيز تريننج، قال لي تريننج، ده بالنسبه لي ويك اكشن. اه تعبت، مش عايزه انا اللي احفظها، انا عايزه انتوا اللي تحفظوها، الحتة دي مهمة جدا مهمة جدا، احنا قلنا قبل كده الفروقات ما بينهم، ومهمة جدا جدا في الأسئلة يعني فوق ما تتخيل. واضحة؟ مش عايزين نغلط فيها تاني بقى، احنا هنتدرب عليها في أسئلة تانية، بس احنا عايزين دايما وانا بجاوب كده السؤال انا مشغل في دماغي الجدول ده ايه، سترونج اكشن انترميديت اكشن ويك اكشن، اخد بالي كويس جدا وانا بحل السؤال ده. طب الحمد لله، نشوف السؤال اللي بعده. يلا احنا قربنا نخلص اهو. When setting organizational safety priority، الحمد لله ماشي. It is best for you to A. أنا بعمل organizational safety priority، عايز أحدد أولويات العمل في المستشفى الخاصة بسلامة المرضى أكيد. Best بقى أفضل حاجة أعملها هي إيه؟ Determine priorities based on pay for performance measurements، إن أنا أحدد بناء على pay for performance قياسات الخاصة بالفلوس يعني. Focus primarily on accreditation standard and requirement، أشوف ال accreditation standard requirement طالبة مني إيه وأطبقه، أعتبر هي دي ال priority بتاعتي، أشوف يعني متطلبات الاعتماد وهي دي اللي أعتمدها priority أو أعتبرها أولوية في المستشفى. Develop a mechanism to gather input from a variety of sources، إن أنا أجمع، أشوف عندي ميكانيزم طريقة إن أنا أجمع من خلالها input من أكتر من مصدر عشان أقدر أحدد من خلالها ال priorities. ولا review the current literature to identify area of frequent concern، أراجع على الأبحاث الجديدة وأشوف إيه هي ال identified area for frequent concern A B C D، رأيكم إيه؟
ايه؟ طب ليه؟ ليه ايه؟ ليه اركز على البريوريتيز الحاجات اللي ليها بس بي فور performance measurement؟ انا عايزه احدد اولويات اللي انا هشتغل عليها، يعني مثلا اشوف، ايوه اشوف انا عندي الديتا بتاعت المستشفى، فين الاولويات اللي محتاجه تحسين، فين المناطق اللي عندي فيها خلل، او عندي فيها مثلا الرونج سايد سيرجريز عندي واصله لايه، الهاند هايجين كومبلاينس واصل لايه، هيلث اكوايرد انفكشن واصله لايه، النيرو ميسز اعدادها قد ايه في الاقسام، بتحصل من ايه بالظبط، ايه الروت كوزز بتاعتها. هشتغل على البي فور بيرفورمانس ميجرمنت، يعني اشوف بس الاحداث اللي هي يعني السي ام اس مثلا مش هيدفع عنها وخلاص، او مثلا اشوف متطلبات الاعتماد وانفذها واعتبر ان هي دي اولويتي، او ان انا راجع مثلا الابحاث واشوف الابحاث قالت فين الاماكن اللي عليها دايما فريكوينت كونسيرن او دايما بيحصل منها مشاكل. طب ما ادور على الديتا بتاعتي انا اولا، يعني قبل اي حاجه. هي طبعا زي ما دكتوره اريج مثلا قالت سي، هي طبعا سي هي الاجابه الصح، develop a mechanism to gather input from a variety of sources. انا عارفه ان هو ممكن يهيئ الينا كده ان هو في سي ما قالش إيه يعني ال variety of sources بتاعت ايه، بس هو برضو يقصد بيها نفس السبعه اللي احنا اتكلمنا عنها. يعني هو بيقول هنا ان احنا عايزين نحدد ال organizational safety priority، او الاولويه لسلامه المرضى اللي تبقى عندي في المستشفى، تحديد الاولويات. تحديد الاولويات ده انت هتعمله بناء على ايه؟ بناء على انك تشوف تجمع داتا من اكتر من سورس وتشوف ايه الحاجات اللي عندك بيحصل منها مثلا بروبلمز، او بيحصل منها ادفرس افكتس على البيشنتس، وبتبقى فريكوينت او بتحصل كتير جدا عددها كبير، فتبدا ان انت تحددها كبرايورتي. هتعرف ده منين؟ اولا لازم تجمع داتا وتشوف ايه اكتر الحاجات الفريكوينت اللي بتحصل، وايه اكتر الايفنتس اللي فعلا بيبقى فيها سيفير هارم على البيشنت، وتبدا تعتبر ان دي البرايورتي بتاعتك وتشتغل عليها. هتجيب ده منين؟ من خلال فرايتي اوف سورسز اللي هم السبعه، الفولنتري ريبورتنج سيستم، ليرنينج بورد، البيشنت سيفتي ووك راوند، البيشنت كومبلينز اند كونسيرنز، البرودكت ريكول، والفيمي والار سي اي. هم دول اللي مقصود بيهم يعني الفرايتي اوف سورسز الخاصه بالمستشفى. لكن انا اكيد مش هعتبر ان الاكريديتيشن ستاندرد ريكوايرمنت هي البرايورتي بتاعتي، لا انا عندي الانترنال داتا بتاعتي اللي اشتغل عليه، هعتبر امتى الاكريديتيشن ستاندرد ريكوايرمنت دول هم البرايورتي بتاعتي وانا بسعى لمرحله الاعتماد. يعني لكن انا في الاساس بحدد دلوقتي السيفتي برايورتيز بتاعتي انا، هي اصلا اكريديتيشن بودي هتيجي تقول لك انت محددها بناء على ايه؟ بناء على الداتا بتاعتي، ما انا الداتا بتاعتي بتقول كذا، بتقول ان انا عندي النير مسز دي بتحصل بنسبه كذا، وان انا عندي الروت كوزز بتاعتها كذا، فانا بدات اعتبر ان دي اولويه عندي فبدات اشتغل عليها. ولا اكيد هرجع للليتريتشر ولا هشوف البي فور بيرفورمانس ميجرمنت بس اللي اشتغل عليها برضو، لا. تمام، واضحه كده معانا؟ حابين تاخدوا بريك يا جماعة؟ أنا حاسة إن أنتوا خلاص بتفصلوا، يعني حابين تاخدوا بريك؟ إحنا ناقصنا بالظبط 13 سؤال، حابين تاخدوا بريك ونكمل ولا إيه؟ نكمل؟ طيب ماشي. أوكي تمام. السؤال 38 بيقول لي A patient safety professional will alter to an increased number of falls in emergency department. ال patient safety professional بدأ كده ايه يعني قلق شويه، في عندنا زياده في عدد الايه السقوط بتاع المرضى في الامرجنسي ديبارتمنت. To research the causes of falls, the professional plan to collect the and organize current knowledge about falls. عشان نبحث عن الاسباب بتاعه الفولز، البروفيشنال البيشنت سيفتي بروفيشنال قرر ان هو هيعمل ايه؟ هي اورجنايز كده كرنت نولج اباوت الفول، هيبدا كده يجمع ايه الداتا او المعرفه الخاصه بالفولز. بيست واي تو ديسبلاي ذيس داتا از تو ايه؟ يعرض بقى الداتا او النولج بقى والحاجات اللي هو جمعها دي على ايه؟ على سباكيتي دايجرام، كوز اند افكت دايجرام، بلاندو ستادي اكت، جنت شارت.
بي طبعا سؤال بسيط قوي قوي يعني، مفيش اي حاجه، بتبحث عن الاسباب لحاجه، هتعملها على ايه؟ على كوز اند افكت دايجرام اكيد يعني. طيب 39، A hospital is trying to implement a new patient assessment form. مستشفى هتعمل new patient assessment form. فورم جديد او يعني فورم لايه؟ للبيشنت اسسمنت او تقييم المرضى. They want to first test the usability and efficacy of the form. هم اولا عايزين يشوفوا كده مدى الاستخدامية والفعالية بتاعت الفورم دي قبل اي شيء يعني. طيب when will the organization know the assessment form has been implemented on unit X مثلا؟ يقول لك امتى المستشفى تقول انه العملية بتاعت البيشنت اسسمنت فورم دي خلاص كده اتعمل لها implementation في اليونت، اليونت اكس ايا كان بقى، اي ديبارتمنت يعني. امتى نقول كده؟ نقول ان هي has been implemented when nurses on unit x automatically use the form to assess all their patients. لما كل الممرضين في القسم ده يشتغلوا بالassessment form دي لكل المرضى، ولا when organization has tested the form of all its patients for a month. لما المستشفى تشتغل على ان هي تختبر الاستخدام بتاع الفورم خلال شهر على المرضى، ولا nurses on unit X use the form when they remember to. لما الممرضين في القسم يفتكروا يستخدموها يبقوا يستخدموها، يبقى احنا كده نقول ساعتها ان احنا كده full implementation للفورم، ولا when nurse most uses the form for all her patients. لما nurse اسمها موس تستخدم كل تستخدم الفورم لكل المرضى بتوعها هي بس. A B C D. ايه طبعا ما فيهوش اي حاجه يعني. امتى تقول ان الحاجه دي implemented؟ لما كل القسم يشتغل بيها اوتوماتيك مع كل المرضى اكيد. سؤال برضو بسيط قوي. طب نشوف سؤال 40، The Board of Trustees approved a performance improvement plan to embed patient safety across all an organization. البورد اوف تراستيز الجوفرنينج بودي او الجي بي مجلس الاداره في المستشفى وافقوا على أعمل مشروع تحسين أو خطة للتحسين عشان يعمل إيه؟ patient safety على مستوى المستشفى كلها. When which of the following best describe a leadership strategy to transform the culture؟ أي من الخيارات يعتبر إن ك leadership strategy أو استراتيجية في القيادة إن إحنا عايزين نوصل للإيه؟ لل transformation of the culture ده toward طبعا patient safety. Participate in orientation to emphasize the focus on patient safety to new employee. احنا عايزين نشرك النيو امبلويز في عمليه البيشنت سيفتي. اما نيجي نعمل مثلا اورينتيشن ليهم او تعريف بالمستشفى نركز على البيشنت سيفتي مع نيو امبلويز بس. conduct an employee based consent to select the patient safety slogan. احنا هنعمل ايه؟ هنقعد مع الامبلوي ونختار كده مع بعض شعار للبيشنت سيفتي سلوجن، او نختار شعار للبيشنت سيفتي في المستشفى. schedule engagement at community function to share the commitment to patient safety. نعمل ايه؟ نعمل engagement على مستوى الكوميونتي او على مستوى المجتمع، نشرك المجتمع ونقول يعني نوضح لهم قد ايه احنا ملتزمين بالبيشنت سيفتي. ولا assure the change management process is designed to engage all staff members. يبقى عندي change management او عمليه للتغيير واداره التغيير تبقى فيها engagement لكل الستاف ممبرز. طبعا طبعا دي، واحنا وضحنا قبل كده السؤال ده وقلنا في ايه النيو امبلوي. طب يعني وبقيه الامبلويز اللي موجودين عندي الاولد امبلويز بقى هنعمل فيهم ايه؟ مش هنعرفهم حاجه عن البيشنت سيفتي؟ النيو امبلوي بس. وبرضه موضوع ان انا هسلكت بيشنت سيفتي سلوجن، يعني هو ده الدليل على ان احنا عملنا فعلا في، هل دي ليدر شيب استراتيجي بتقول ان انا بتجه اتجاه البيشنت سيفتي ان انا هعمل سلوجن؟ طب سي schedule engagement at community function. انا يعني الاول التزم في المستشفى وبعدين بقى ابقى شيء engage الكوميونتي، لكن احنا مش ضد الانجيجمنت بتاع الكوميونتي، بس اولا engage كل الستاف ممبرز اللي عندي جوه المستشفى واشور ان التشينج مانجمنت بروسيس دي فعلا فيها انجيجمنت لكل الستاف ممبرز، وبعدين ابقى اعمل بقى انجيجمنت للكوميونتي. فطبعا الاجابه طبعا دي. طيب 41 بيقول لي a patient safety professional would like to use a survey tool to assess patient safety culture. patient safety professional عايز يعمل ايه؟ تقييم لل patient safety culture عن. which of the following external organizations is most helpful when evaluating the culture of safety within an organization. اي من هذه الاورجانيزيشنز مسؤوله عن او بتساعدنا في ان احنا نعمل ايفالويشن للكالتشر اوف سيفتي داخل المستشفى. الناشونال كوميتي فور كواليتي اشورنس،
agency for healthcare improvement, institute of healthcare improvement, GCI. A B C D، أي منهم بتساعدني إن أنا أعمل بيها safety culture assessment؟ A B C D، سؤال ريكول وسهل. A B C D، ها رأيكم ايه؟ اي من هذه الاورجانيزيشنز بنستخدمها عشان نعمل بيها assessment لل patient safety culture survey؟ مين فيهم؟ B C D. الله الله، ما قلت لكم عايزين بريك قولوا، بس ما تعملوش فيها كده. B و C و D مع بعض، محدش عايز يراجع نفسه. طيب فاكرين معانا احنا قلنا مين من الاورجانيزيشنز دي بتشترط على ان المستشفيات المعتمدة منها تعمل assessment لل patient safety culture؟ فاكرين لما قلنا ان ال GCI، ايوه دي، برافو عليكي، دي مش اجابة السؤال بس دي اجابة سؤالي انا، انه ال Joint Commission طالبة او mandate من كل المستشفيات اللي اخذ accreditation من ال GCI ان هي تعمل assessment لل patient safety culture عندها في المستشفى باستخدام validated survey. وقلنا وقتها ان احنا في عندنا حاجات كتير ممكن نستخدمها for ال patient safety survey، كان على رأسها ال AHRQ hospital survey on patient safety culture او ال AHRQ HSOPS وال University of Texas Safety Attitude Questionnaire او STAC. دول اشهر اتنين بنستخدمهم for ال patient safety culture assessment. فهو هنا السؤال بيسألني على ايه؟ هو نفس السؤال ممكن تبقى اجابته بي وممكن تبقى اجابته دي. نفس السؤال ممكن يسالني مره يقول لي مين الاورجانيزيشن اللي بتساعدني او ممكن ان هي تبقى هيلبفول ان هي تعمل لك ايفالويشن للكالتشر اوف سيفتي عندك داخل المستشفى، تبقى طبعا اجابتي هنا في السؤال ده اي اتش ار كيو، وزي ما السؤال كده بيقول لي مين فيهم، مين من الاورجانيزيشن دي موست هيلبفول وين ايفالويتنج كالتشر اوف سيفتي ويذن ان اورجانيزيشن؟ الاي اتش ار كيو طبعا. ولو كان كاتب لي على اليونيفرسيتي اوف تكساس سيفتي اتيتيود كوتشينير برضو كنت اخترته، بس هو هنا بيقول لي مين في دول. اه يبقى هي الاتش ار كيو طبعا تساعدني. ليه؟ عشان هي منزله لي اصلا الاتش سوبس اللي هو ايه، الهوسبيتال سيرفي اون بيشنت سيفتي كالتشر، هي عامله لي سيرفي اصلا جاهز انا استخدمه واوزعه في المستشفى ويب بيزد بيبر بيزد باي طريقه من الطرق، وقايله لي اعمل ازاي اصلا تقييم للمستشفى بتاعتي واحسب ازاي النتائج، فالاتش ار كيو بتساعدني. السؤال التاني اللي ممكن يجي على نفس الموضوع يقول لي مين الاورجانيزيشن اللي بتشترط عمل patient safety culture assessment؟ وقتها اختار ايه؟ الجي سي اي. ان الجي سي اي بتمنديت ان كل المستشفيات المعتمده منها تعمل patient safety culture survey assessment من خلال يبقى عن يبقى باستخدام ايه؟ validated survey زي الاتش ار كيو، زي التكساس يونيفرستي سيفتي اتيتيود كوتشينير، وفي حاجات تانيه يعني اقل في الاهميه يعني اللي هي زي الفيزيشن براكتس بيشنت سيفتي اسسمنت، في عندنا البيشنت سيفتي كلايمت ان هيلث كير اورجانيزيشن، حاجات ايه مش دارجه يعني، هم حتى ما تجيش في الاسئله يعني. هم اشهر اتنين ال اتش ار كيو اتش سوبس والساك. تمام، طيب نشوف برضو السؤال اللي بعده. When a 3-year-old boy with a congenital heart malformation، مريض عندي 3 سنين طفل ولد عنده congenitive heart malformation، عنده مشكله في القلب، واحنا مش منوط بينا ان احنا نفهم حاجات طبيه او يعني congenital heart malformation عنده مشكله في القلب، خلاص ما يخصنيش اكتر من كده يعني. While recovering in the pediatric intensive care unit after surgical correction he is accidentally given 10 times the appropriate dose of heparin. الطفل بعد ما اتعمل له يعني بقى كان بيتعمل له ريكفري من يعني بيبقى في الإفاقة من عملية جراحية اتعملت له سيرجيكال كوريكشن يعني لتحديد لحل المشكلة اللي عنده في القلب دي، الفورميشن اللي عنده في القلب ده، ادوله جرعة غلط من الهيبارين 10 أضعاف الجرعة الصحيحة. although he suffer no permanent injury، بالرغم من انه الطفل ده ما تعرضش لبيرمننت انجري او لايه لاذى دائم يعني، the leaders of the hospital decide to conduct a root cause analysis square. الليدرز في المستشفى قالوا الحدث ده محتاج ان احنا نعمله root cause analysis square as they assemble the team.
اثناء ما احنا بنكون التيم بتاع روت كوز اناليسيس كويري، which of the following would you recommend؟ انت كبيشن سيفتي بروفيشنال وقت ما هنيجي نعمل التيم بتاع روت كوز اناليسيس كويري توصي بايه؟ put together a team that must include nurses and physicians، نخلي التيم ده كله nurses و physicians او mostly يبقى nurses و physicians فقط، include queen parents ان انا يبقى عندي اهل الطفل في التيم، create a team of members who fulfill several roles، يبقى عندي team members او الاعضاء بتوع الفريق بيعملوا اكتر من دور، يعني يبقوا expert في العملية، expert في root cause analysis كده يعني، ولا include the healthcare provider involved in queen care، اخلي معايا ال provider اللي involved في عملية الرعاية الصحية للكوين، اخلي معايا involved staff اللي غلط في التيم A B C D. دكتورة أريج معايا؟ طبعا احنا جاوبناها سي، طبعا سي هي الإجابة الصح. دكتورة أريج خليكي معايا في النقطة دي، احنا في عندنا تكوين للفريق بتاع root cause analysis square، ومعايا الانترفيو أو الناس اللي أنا بعمل معاهم مقابلة، الفريق الممبرز اللي فيه حاجة، والناس اللي أنا بعمل معاهم مقابلة حاجة تانية، ال involved staff و involved patient and family عمرهم ما أخدهم معايا في التيم. هو السؤال بيقول لي as they assemble a team، احنا بنكون التيم، اخد معايا ال involved staff او queen parent؟ لا ما اقدرش، ما اقدرش اخدهم معايا، هيعكسوك جدا في التيم، وقلنا الموضوع ده قبل كده. تخيل معايا ان انا ال involved staff اللي عملت الرونج او ال adverse event ده، او عملت الحدث ده، او عملت المشكله دي على الطفل، وانت اخدني معاك في التيم وبتقول لي تفتكر الاسباب اللي حصلت، كل ما هيجي سبب من الاسباب نقول ان انا مثلا ما كنتش مركز عشان ما اعرفش ايه، او ان الشخص الانفولفد ده ما كانش مركز عشان الحاجه الفلانيه ولا مش عارف ايه، هو لا 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 انا كنت مركز، لا 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 ده هم ما اعرفش ايه، ده هم لبخوني، ده هم عملوا، هيفضل يدافع عن نفسه، هيخلي التيم مش قادر يتكلم. يعني احنا بنقول ان احنا اولا ممكن نتكسف من بعض ما نتكلمش عشان الانفولفد ستاف قاعد، فانا مش عايزه احرجه فممكن اسكت، يبقى في دماغي روت كوز عايزه افكر فيه ما اقولوش عشان ما احرجوش، زي ان هو ممكن يكون هو مش مركز، او ان هو ممكن يكون من ضمن الداتا اللي في الفايل بتاعه ان هو اصلا ريكلس مثلا، او ان هو عنده بريزيستنت باترن من حاجات مش صح، وجوده ممكن يخليني ما اقدرش اتكلم. طب يا سيدي افرض ان احنا تخطينا المرحله دي وهنتكلم في وش بعض عادي ومش هنتكسف وهنقول في وشه، مش هيسيبك تتكلم، هيفضل يدافع عن نفسه، عمره ما ياخد معايا involved patient او involved member family member او involved staff في التيم. اعمل معاه انترفيو ماشي، هتلاقيها الحل عند السؤال ده كله حله في ايه؟ في الجدول ده، مين التيم ممبر ومين اللي اعمل معاه انترفيو. التيم ممبر ما اقدرش اخلي معاه الانفولفد ستاف ولا الانفولفد بيشنت ولا الانفولفد فاميلي ممبر في التيم بتاع الروت كوز اناليسيس سكويل. اعمل معاه انترفيو، اه اشجعك جدا تعملي انترفيو، ليه؟ عشان هو فعلا عنده داتا مهمه جدا، ده انفولفد ستاف، يعني هو اكتر واحد على درايه بالحاجه اللي حصلت دي، وعلى درايه كل الاحداث اللي كانت حواليه في القسم، فممكن يحط ايدي فعلا على روت كوزس مهمه ما اعرفهاش من غير ما اقعد معاه، بس اقعد معاه في انترفيو، يبقى معايا واحد او اتنين من الفاميلي من التيم ممبرز يقعدوا معاه في انترفيو، يبقوا مجهزين اسئلتهم ويتكلموا معاه ويتناقشوا معاه اوبن اندد كويتشن، ما يسالوش كلوز كويتشن اه او لا، انت كنت مركز اه انت ما كنتش مركز لا لا، احكي لي اللي حصل، قول لي ايه اللي حصل، احكي لي، كلمني، اديله اوبن كويتشن، سؤال مفتوح هو يجاوب بقى ويحكي لك، لكن سؤال مقفول اه او لا اجابته اه او لا، مش هتوصلي منه لاي داتا. البوينت دي مهمه قوي وبيجي عليها اسئله، هو هنا بيسالني على التيم مش على الانترفيو. التيم ممكن يبقى معايا ناس تبقى بتعمل اكتر من دور، يبقى معايا فعلا سبجكت ماتر اكسبرت، يبقى معايا روت كوز اناليسيس سكويرد اكسبرت، حد بيفهم في البروسيس بتاعت روت كوز اناليسيس سكويرد، حد بيبقى بيفهم في البروسيس اصلا بتاعت الخطا اللي حصل ده، يبقى معايا مثلا المانجر او الليدر او الهيد اوف ديبارتمنت، عندي مثلا نيرس تاني مش انفولفد خالص في الحدث يبقى معايا في التيم ويفهمني ممكن يكون ايه اللي حصل، ممكن يبقى معايا بيشنت ريبريزنتيف حد ممثل عن المرضى، بس مش البيشنت اللي انفولفد ولا الفاميلي اللي انفولفد، بيشنت ريبريزنتيف حد من الكوميونتي يعني ممثل عن المرضى يبقى معايا في التيم ماشي، الفرونت لاين ستاف اللي مش انفولفد في البروسيس دي او في الخطأ ماشي، ما عنديش اي مشاكل، ممكن يبقى معايا شخص واحد بيعمل اكتر من دور، يبقى هو اكسبرت في العمليه دي وفرونت لاين ستاف واكسبرت في روت كوز اناليسيس سكويرد ومال عادي، يبقى هو عندي
في ممبر واحد فولفيل اكتر من ايه، من رول، مفيش مشكله، صح، هي دي الاجابه الصح. لكن لا اقدر اختار ان انا اخد كوين بيرنتس، ولا اقدر اختار ان انا اخد الهيلث كير بروفايدر اللي انفولفد في الكوين كير. ليه؟ عشان هما الاثنين ما ينفعش يبقوا معايا في التيم، يبقوا معايا في الانترفيو. لو نفس السؤال بيقول لي ان انا ازاي مثلا doing او preparing for doing الانترفيو، هيعمل انترفيو مع مين؟ اه اختار بي واختار دي، مفيش مشاكل، اختار فعلا وقتها ان هقعد مع البيرنتس، ان هقعد مع الانفولفد ستاف، اه ما هم دول اللي انا هقعد معاهم فعلا في الايه، في الانترفيو. وضحت كده يا جماعه؟ طيب ماشي، يلا خلينا نشوف السؤال اللي بعده. A patient safety professional is preparing a business case for two possible programs. أنا في عندي patient safety professional عايز يعمل business case. قلنا مصطلح business case ده مهم، إن أنا لما باجي أعرض حاجة على leadership ببقى عايز أتكلم على return on investment، عايز أتكلم على business case، عايز أقول له على الفلوس اللي هيدفعها وقصادها هيوفر قد إيه عشان أقنعه إن هو يallocate الresources دي معايا. فالبيزنس كيس ده مصطلح مهم. البروجرامز اللي قدامي اللي انا هعرضها على الليدر شيب اتنين، بروجرام ايه وبروجرام بي. بروجرام ايه ده بيقول ايه؟ بيقول ان احنا عندنا هندفع او هيجي لنا ريتيرن $1500 على ايه؟ على كل $1000 هنعمل لهم انفستمنت او هنستثمر فيه. بروجرام بي قال ايه؟ قال انا اكسبكت ان انا هيجي لي ريتيرن 560 لكل 500 انا هعمل لهم انفستمنت، يعني هيجي لي 560 لكل 500 هعمل ايه؟ هصرفه. Which program should the professional select based on return on investment؟ يقول لك بقى انت according to return on investment المفروض ان انت تختار اي من الاثنين، تختار بقى بروجرام A ولا بروجرام B، وعند النسبة كام. خلينا نشوف الاختيارات. المفروض ان انا هنا هحسب الايه، ال return on investment. احنا قايلين قبل كده مع بعض ال return on investment ده بيساوي ايه؟ بيساوي النت بروفيت على الكوست في 100. يعني ايه؟ يعني بحسب الربح بيطلع كام، الصافي الربح على الكوست اللي هي التكلفه اللي انا بدفعها، وبضرب في 100 وبشوف ان الريتيرن اون انفستمنت ده بيطلع كام. خلاص خلينا نشوف كده الريتيرن اون انفستمنت بتاع بروجرام ايه. احنا لسه قايلين في بروجرام ايه دلوقتي ان انا بدفع كام، بدفع، انا كاتبه على فكره الرقم غلط، ده 1500، او الرقم ده غلط، بصوا كده معايا، ده 1500 مش 1250، ده 1500 ماشي لكل 1000. يعني المفروض ان انا هنا هيبقى عندي الناتج ده 500 بدل 250، ده هيبقى 500، هتبقى هنا 500 على 1000 في 100 هتساوي 50%. عذرا بس ده خطأ كده ايه انا عملته، معلش، بس احنا فاهمين مع بعض ان return on investment او ال ROI بتساوي النت بروفيت على الكوست في 100. فانا لو حبيت احسبها لبروجرام ايه هحسبها ازاي؟ هحسبها ان انا عندي النت بروفيت هو ال 1500 اللي انا دفعتهم ناقص اللي انا هكسبهم ناقص ال 1000 اللي انا اصلا بالفعل دافعهم، يبقى 1500 ناقص 1000 هتساوي 500، واقسمها على الكوست اللي هي ال 1000، وبعدين هضرب في 100 هتطلع 50%. فانا هنا بروجرام ايه عندي بيبقى ايه 50%. ده جميل، ده ريتيرن اون انفستمنت بتاعه. طب الريتيرن اون انفستمنت بقى على بروجرام بي، على بروجرام بي هيبقى عندي هنا الرقم اللي انا دفعه اصلا كام، او قصدي الريتيرن بتاعي كام، 650 ناقص ال 500 هيساوي كام، هيساوي 150، ده النت بروفيت. هقسم النت بروفيت اللي هو ال 150 ده على ال 500 وهضرب في 100 واشوف هيطلع كام، هيطلع تقريبا 25%. فهختار مين فيهم؟ هختار الـ return on investment الاعلى طبعا، اللي هو ايه، اللي هو بروجرام ايه. تمام، معلش عذرا بس هي الحسبة انا كاتبها هنا غلط مش صح. وضحت كده؟ فهي الإجابة طبعا الصح هي ايه، هي بروجرام ايه على 50%، هي الإجابة مكتوبة فعلا صح، بس الحسبة نفسها أنا معلي عذرا كاتباها مش صح، يعني دي مش صح. الصح بتاعها احنا هنطرح عادي السيفنج أو بتاع المكسب بتاعي ناقص الكوست بتاعي، وأطلع النت بروفيت منه وأقسمه على الكوست وأضربه في 100 في بروجرام ايه وبروجرام بي، وهاخد طبعا الايه الأعلى. تمام،
واضحة معانا دي؟ احنا حلينا عموما قبل كده أمثلة على return on investment يعني. ماشي طيب، خلينا نشوف السؤال اللي بعده. يلا بيقول لي ايه: A serious event has occurred related to the timely notification of critical test result. يعني في عندي serious event كان related ل timely notification of critical test result، يعني في مشكلة حصلت ليها علاقة بإيه؟ بإن ال timely notification بتاع الإيه؟ بتاع ال critical lab result دي ما استلمناهاش في ميعادها، يعني هم ما قاليش قوي، بس هو بما معناه إن في مشكلة حصلت نتيجة إن ال notification الخاصة بال critical lab result دي عملت لنا مشكلة، عملت لنا serious event. The root cause analysis was checked to nursing difficulty with following the organizational policy. ان الروت كوز قال ان النيرسز مش قادرين ان هم يتتبعوا الاورجانيزيشنال بوليسي، ان هي difficult ان هم يتتبعوها او ان هم يعملوا الخطوات بتاعتها. To prevent a similar event from recurring, which of the following should be done next? انا بقى دلوقتي عايزه احل الموضوع ده وامنع حدوثه او تكرار حدوثه، اعمل ايه؟ Refer the involved nurse to nursing peer review. اشوف ان involved nurse واوديها بقى لنيرسينج بير ريفيو بقى يشوفوا هيتصرفوا ازاي معاها، ولا educate nursing staff on the importance of timely notification of critical test result. اعمل education للناس واقول لهم اهمية ان احنا نعمل timely notification للcritical test result، نعمل education ونعمل training، ويا جماعة معلش والنبي معانا ركزوا، اصل الموضوع ده مهم، اصل الموضوع ده معرفش ايه، معلش والنبي ركزوا، الكلام اللي هو كله تريننج واديوكيشن والحاجات دي كلها بالنسبه لنا ويك اكشن. طيب سي، ريفيو ذا بوليسي وذ نيرسينج ريبريزنتيفز تو ايدنتيفاي امبيجوتس. يعني ايه؟ يعني روح راجع السياسه مع حد ممثل عن الممرضين يوضح لك فين النقاط اللي فيها مشاكل او فيها غموض علشان نحلها، ولا دي كونتينيو تو كولكت داتا از وان ايفنت از انسفيشنت تو تيك اكشن. كمل تجميع في الداتا علشان اصل حدث واحد مش مهم، مش كفايه، مش كفايه ان احنا ناخد على اساسه اكشن. طبعا انا شايفاكم كلكم بتقولوا سي، طبعا سي، لان ايه وبي وسي في ايه وبي ودي فيهم غلطات فادحه. يعني اولا ان في ايه بتقول هريفير انفولفد نيرس دي على النيرسينج بير ريفيو على طول كده، هتحولها على طول لنيرسينج بير ريفيو. طب مش تشوف فين المشكله الاول، مش تدرس المشاكل فين اصلا؟ انت وصلت لانه الناس مش قادره تتتبع السياسه، ومش بس حد ده، كل الناس قايل لك ان هي nursing difficulty with following the organizational policy. يعني بيقول لك ان هم مش عارفين يتتبعوا السياسة، صعبة مش واضحة غامضة. فانت بتقول لهم خلاص انا هحولكم بقى، او احول ال involved nurse؟ طبعا لا، طبعا educate ويا جماعة ومعلش وخدوا بالكم معانا وبتاع، الكلام اللي هو ما بياكلش عيش من الاخر يعني. ودي ان انت continue to collect data. فاكرين انا لسه قايل التريك دي في سؤال قريب دلوقتي في المحاضرة، continue to collect data. انا هكمل تجميع، اصل واحد مش كفايه. يعني ايه واحد مش كفايه؟ يعني هو مش ده serious event حصل اهو، ده احنا بنقول لو نيور ميس والهارم ما وصلش للبيشنت ده كفايه ان انا اخد اكشن. فطبعا احنا ما بنفكرش ابدا بطريقه التفكير بتاعت دي نهائي، ولا عشان بيقول لي continue to collect data لان collect data مع مشكله حاصله مش هكمل continue to collect data خالص، لا انا لازم اقف هنا واشوف حل، ولا علشان انه حدث واحد غير كافي، لان هنا حدث واحد لو ما عملش هارم على البيشنت بالنسبه لنا كبيشنت سيفتي بروفيشنالز كافي ان انا اعمل تغيير. Why might an improvement team consider collecting balancing measures؟ ليه بنجمع balancing measures؟ ليه؟ ليه بنحسب balancing measures؟ ليه بشوف process و outcome وبشوف ال balancing measures و family of measures؟ ليه؟ To make sure they didn't unintentionally introduce undesired changes؟ عشان اشوف ان التغييرات بتاعتي ما عملتليش كده مشاكل في حتة تانية غير مرغوبة. To make sure that they met their aim، عشان اتأكد ان احنا بنوصل لهدفنا. To make sure that they are able to publish their result، عشان اتأكد ان انا ممكن ان انا انشر الداتا دي او النتائج دي. To demonstrate they were justified in using resources for the project، عشان اقول كده ان انا ايه ممكن ان انا استخدم الريسورسز بتاعتي دي، يا جماعه هو ادوني بقى الريسورسز عشان اشتغل على البروجكت ده اي بي سي دي. ليه بنحسب بالانسنج ميجرز؟ طبعا ايه اكيد
عشان اتاكد ان التغيير اللي عملته في مكان ما عمليش ان intended consequences في مكان تاني. What does patient safety refer to؟ ال patient safety دي بترمز لايه؟ لسه قايلين السؤال ده من شوية بطريقة تانية. Performance of the staff، أداء العاملين. Protection from natural disasters، إن احنا نحمي الناس من ال natural disasters أو الكوارث الطبيعية. Nursing care plan، preventing harm to patient and ensuring improved health care facilities. طبعا سؤال يعني ايه، ما نقفش عنده يعني، سؤال دلع خالص. بومبناية برضه. After a team training system is implemented in an OR أو operating room, a junior circulating nurse notices that a particular anesthesiologist goes missing from the OR at odd time. بيقول إيه؟ بيقول إن إحنا كنا بنعمل training، team training على في الـ OR، في الـ operating room، وبعدين في كده إيه junior circulating nurse، nurse كده صغنونة بدأت تلاحظ كده إن في anesthesiologist أو طبيبة يعني طبيبة تخدير بتتحرك كده في ال يعني بتختفي كده من الـ OR في أوقات غريبة. often seems sluggish، دايما شكلها كده إيه مش مركز. and occasionally slurs her words، أحيانا ما بتبقاش عارفة تتكلم أو بتتلخبط وهي بتتكلم، بيبقى شكلها كده مش طبيعي يعني. Concerned that the physician might be impaired due to medication abuse، هي بدأت تشك فيها، قالت هي واضح كده ان الفيزيشن دي او الانستيسيولوجيست دي يعني بتاخد ايه علاجات او يعني بتعمل medication abuse، بتستخدم يعني مخدر او حاجة، واضح ان هي مش تمام يعني. The nurse wonders what to do next، هي بتفكر تعمل ايه بعدين، يعني تعمل ايه بقى بعد الحاجات اللي هي لاحظتها دي والشك اللي جالها ده. What would the most appropriate way for the nurse to respond؟ إيه أفضل حاجة تعملها النيرس أو تستجيب بيها للي حصل ده أو للي هي شاكة فيه ده؟ Start logging the suspicious occurrences as he sees them so that he can bring a list of the medical director. هو النيرس السيركيليتنج نيرس ده ولد مش بنت، هو بيقول لي هنا إن هو يعمل إيه؟ يبدأ كده يجمع كل الأحداث دي عشان يبقى معاه كده زي لستة كده أو لوج يعني سجل من الأحداث دي، عشان لما يجي يعرضها على الميديكال دايركتور يبقى عنده أحداث كتير قوي بكل الشك اللي هو بيفكر فيه. talk to the medical director now، يروح يتكلم مع الميديكال دايركتور حالا، ولا refuse to work with that physician in the future، يرفض إن هو يشتغل مع الفيزيشن دي في المستقبل، ولا warn colleagues about working with that physician، يبدأ يقول لزمايله خدوا بالكم ما تستغلوش معاه عشان دي واضح ان هي ايه بتشرب مخدرات. طبعا الاجابه زي ما حضرتكم اخترتوا اكيد طبعا بي، ان احنا نتكلم مع الميديكال دايركتور. انا ليه هكونتينيو اني اعمل لوج لكل الحاجات السسبيشس اوكيرنس اللي بتحصل عشان اروح اكلم الميديكال دايركتور؟ ليه هكونتينيو تو ان انا اقعد اراجع واتابع الست دي بتعمل ايه واشوف الحاجات اللي انا شاكك فيها وبعدين اروح اقول له ليه؟ ما انت شايف مشكله بعينك اهو. ده نفس الفكره برضو، هتكونتينيو تو كولكت داتا، يعني سيبكم من كل السيناريو، هي نفس الفكره، انت شايف حاجه قدامك غلط هتكونتينيو تو كولكت الداتا ليه؟ لا ادرس على طول الموضوع مع الميديكال دايركتور، ان خلاص انت دلوقتي شاكك في حاجه روح قول له عشان نشوف مثلا عندنا في ميديكيشن في ابيوز الست دي، فعلا في ميديكيشن ابيوز ولا لا، مثلا في عندنا علاجات بتختفي من الاو ار ولا لا، يعني نرجع للميديكال دايركتور هو يقول لنا بقى هنتصرف ازاي. طيب which of the following survey types or is a source of qualitative data؟ السؤال ده برضو عدى علينا قبل كده، ايه هي المصدر لـ qualitative data من الاربع اختيارات؟ provider survey collecting provider credentials، عندنا survey بيوضح ايه هي امتيازات الـ او اللي هي شهادات الـ provider، ولا provider survey collecting reference for clinical pathway development، احنا عندنا كده برضو survey موضحين فيه المراجع الخاصة بالكلينيكال باثوي، ولا patient survey soliciting comments، ان انا يبقى عندي patient survey موجود في مكان ان ال patient يكتب فيه comment فابدأ ان انا اعتبر ان ده qualitative data واتعامل معاها واعرضها على ال leadership بطريقة مناسبة بحيث ان هو يبقى بحول فيها qualitative ل quantitative data. وطبعا هي سي اكيد. patient survey soliciting satisfaction score، طبعا ما اخترتش دي ليه، لان هو بيتكلم فيها على satisfaction score اللي هو طبعا بيعتبر quantitative data. which of the following chart would be best to justify focusing on a few large problems and ignoring many smaller ones؟
اي شورت من دول بستخدمه عشان اوضح من خلاله الحاجات الفيو لارج بروبلمز، الحاجات الكبيره قوي اللي عاملاه كم مشكله اللي اخدين مني حيز وعاملين لي كل النتائج اللي مش عجباني، واجنور قدام منها السمولر وانز او الحاجات الصغيره بقى التريفيال ميني اللي قلنا عليها قبل كده. طبعا باريتو اكيد، حتى احنا قلنا باريتو بنعمل بيه ايه، بريورتايز، ببريورتايز من خلاله او بحدد اولوياتي. شوفوا كده معانا الصوره، لما اشوف ان انا هنا عندي المشاكل اللي حاصله دي الدياجنوزز، يعني الدياجنوزز كاتيجوري هنا عندي مثلا الكورونري والهارت فيلير هم اعلى حاجه، والديابيتس مثلا هم اعلى 3 امراض بتقابل المرضى اللي عندي او البوبيليشن او البيشنت بوبيليشن اللي انا بعالجهم. بعد منه جاي حاجات كتير اخده نسب قليله جدا. انا لو ركزت على الكورونري والهارت فيلير والديابيتس بحل مشاكل اكبر عدد من البوبيليشن اللي انا بعالجه، لان دي اكبر 3 مشاكل موجوده، فهابريورتايز ال3 امراض دي. آخر سؤال بيقول لي to reduce medication error you are introducing smart infusion pump into your hospital. Which of the following analysis should you carry out to prevent an adverse event؟ عايز تقلل medication errors بتاعتك، ايه الـ analysis اللي تستخدمه علشان تمنع الـ adverse event؟ تمنع adverse event، يعني لسه الـ adverse event ما حصلش، بيقول لك هتمنع adverse event. طبعا هختار الفيميا، اكيد اكيد الفيميا، لان هي البرو اكتيف الوحيده عندي. روت كوز اناليسيس هو يعني ريتروسبكتيف، وفي حاجات تانية statistical اناليسيس ديسكريبتيف اناليسيس، في احيانا اختيارات كده ما بيبقالهاش معنى يعني. فهي ما بين فيلير مود افكت اناليسيس ولا روت كوز اناليسيس، اكيد اختار الفيميا، لان هو بيقول لي هنا كاري اوت تو بريفنت ان ادفيرس ايفنت، فطبعا اختار الفيميا. واضح يا جماعه اسئله النهارده؟ حد عنده أي استفسار عن أي أسئلة من الأسئلة اللي مرت علينا النهاردة، أو أي استفسار عموما؟ تسلمي دكتورة.